مسجل اوكي مسجل حاضر كده تمام. يلا يا جماعه بصوا شباب، المره اللي فاتت احنا اتكلمنا، نزل بعد كده ونزل كل حاجه، اتكلمنا عن الباور بي اي وعملنا ريليشن على الباور بي اي، وعرفنا ازاي نجيب الداتا من على الباور بي اي على الباور كويري لو فيها تعديل، ولو ما فيهاش تعديل نبتدي نعمل الريليشن وبعد كده نكريت الفيجوال. بس نعمل بس كويك ريفيجن كده بسرعه. لما بنفتح الباور بي اي بيجي لنا بالمنظر ده كده، اللي فوق ده الهوم، والهوم ده بنسبه كبيره ده اللي هنشتغل عليه. عايزين نجيب داتا عشان نشتغل عليها، نعمل هنا كده اكسل. ده من الداتا دي من الشيت اللي فات، من ال من نعم من المحاضرات، من المحاضره اللي فاتت اللي هي هتكون داتا كورسز داتا اناليسيس بار بي اي سيشن 1. هو ده احنا ممكن نعمل شير سكرين لو انت بتشرح حاجه يعني. هو انا فعلا بشرح حاجه، زي انا ازاي هنا على طول بنسى الحته دي، انا متاسف. حاضر اهي كده سكرين اهي اتعملت تاني. اوكي فهنجيب الاوردر زي وهننقلها، يعني لما بننقل الحاجه او بتيجي نعمل لها امبورتنج على الباور بي اي بتظهر هنا في الداتا. اول حاجه بس بيجيب لك اول حاجه اسمها نافيجيتور، انت تعمل ايه؟ اقول له انا اختار الاوردر دي كلها، وبيجيب لك شك او بريفيو، او بيجيب لك بريفيو عن الداتا، وهندوس على كلمه ترانسفورم لو احنا عايزين نخش على باور كويري او نعمل لود. بس انا هعمل لود على طول. لود دي اللي هو بيحطها لي على طول على الباور بي اي، مش محتاج ان احنا نعمل ترانسفورم او اي او نمسح حاجه او نشيل حاجه، احنا بس بوريكم بس ريفيجن بسيط يعني. ده اكيد ده انت لازم هتعدل حاجات. بص جالك اهو مشكله اهي دلوقتي، يعني بيقول لك في ايرور حصل اهو. انا ادوس كلوز عادي، هتغاضى عن الايرور ده وهجيب دلوقتي، اخش دلوقتي على حاجه ثانيه. هنجيب اليوزر، فكده احنا دلوقتي عملنا الاوردرز مع اليوزر. ده من الشيت اللي فات على فكره، لو انتوا فتحتوا الفولدر اللي فات هتلاقوا نفس الحاجه دي. وان تو ميني بالظبط. هي بصوا بنسبه كبيره شغلنا كله او شغلكم كله بعد كده في الشغل هيبقى بنسبه 80 90% منه وان تو ميني. يعني وان تو ميني ده من اكتر الريليشن اللي هتقابلوها. وان تو وان دي هتقابلوها يعني بس قليل، ميني تو ميني اقل واقل، يعني النسب بتاعتها بتبقى اقل واقل. اقل من وان تو وان. تمام؟ نيكولو مين؟ ايوه صح 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 فعلا. لان احنا لما هنيجي نعمل هنا هو احنا عاملين كده كده بيبقى في حاجه اسمها اوتو ديتكت ريليشن شيب، فهنا مش هيعرف ليه، لان هنا مكتوب كولوم 1 وكولوم 2، فمش مفيش الاسم هيديتكت ازاي. فيجي هنا كده هنيجي هنا كده في، عشان بقى نخش بقى على البارك كويري بقى، هنيجي هنا ترانسفورم داتا وهنيجي عن ترانسفورم داتا دي. ده كده الاوردر وده اليوزر. اليوزر لو تلاحظوا كولوم 1 كولوم 2، الكلام كده واضح كده شويه، كولوم 1 وكولوم 2. فهنيجي هنا كده شايفين يوز فيرست رو از هيدرز، اللي احنا هنشيل دي هنخلي من اول هنا ده تو معايا، هنخليه من اول ريجن ومانجر. هنيجي يوز فيرست رو از هيدر اهي، طلع لي ريجن ومانجر، وصل كده. وبعد كده هندوس كلوز اند لو، كلوز اند ابلاي، وهنيجي عند ال اسمها حاجه اسمها موديل فيو، هيتعمل لها ريليشن اهي 1 تو ميني. طب 1 تو ميني دي بناء على ايه؟ ندوس عليها دبل كليك، هيقول لك ان في التيبل ده اسمه ريجن وفي التيبل ده اسمه ريجن، فالاثنين. عارف يا باشمهندس لو اتغيرت ريجن 1 اتكتب حتى ريجن دوت مش هيعرف يعمل ريليشن. بالظبط بالظبط، لو دوت مش هيعرف يقرا، مش هيقراها. ف يعني فيرست رو از هيدر. طب وليه؟ طب ما انت كده هيبقى عندك رو تاني اسمه ريجن ويوزر ومانجر. يعني ممكن تدوس دبل كليك وتغيرها اهي. تعالى اهي بص، ممكن اهي تعمل دي كده، تدوس هنا كده اهي كده في الترانسفورم داتا. الترانسفورم داتا ده انت بترجع للمطبخ بتاع الباور كويري اهو اهو اهو. لو دوست على دي دبل كليك هي تغيرها، انت ما بتغيرش في الداتا الاصليه، انت بتغير هنا في البار كويري. حلاوه البار كويري في اي حته ان انت بتعدل في الداتا اللي جايه لك، انت مالكش دعوه
بالداتا الاصليه، انت بتعدل في الحاجه اللي جايه لك انت، انت بتعمل حاجه اسمها داتا سيت او داتا موديل لو فاكرين الحته دي. داتا سيت اللي هي بتبقى داتا سورس كبيره، وبناخد من ده الداتا سيت اللي هي الثلاجه الكبيره، بناخد منها شويه حاجات عشان نعجن بعد كده، تمام؟ عشان نعجن فعلا، تمام؟ اتفضل. تمام؟ هندوس كلوز اند ابلاي. تمام كده؟ فكده بقى عندنا الريليشن اهي. فعشان بس نفتكر بس كده نعمل كام فيجوال مع بعض عشان ايه؟ كده كده هنعمل فيجوال دي تاني النهارده. بس انا بس حابب اقولها لكم، التيبل فيو ده لما نيجي نخش على الاوردر ده، الاوردر بيبقى مليان حاجات كتير قوي، حاجه اسمها اوردر بريورتي، كاستمر اي دي، كاستمر نيم، شيب مود. بصوا كده في الشيب مود دي في حاجه اسمها دليفري تراك واكسبريس اير وريجولار اير. فاحنا عايزين نعرف الشيب مود دي ايه اكتر حاجه بتبيع عندنا، وايه اكتر حاجه بتبيع لنا حاجه، بتبيع لنا الشغل. فهنيجي هنا كده التيبل فيو ده يا شباب، التيبل فيو ده انت بتخش تشوف التيبلز محتوياتها ايه. هنا ده الاوردرز، هنا اليوزر. لو دوست على اليوزر هيجيب لك ان اليوزر حاجات اسمها ريجن ومانجر. وصل كده يا شباب؟ اما لو دوست على الاوردرز هيجيب لك تفاصيل الاوردرز كلها. هنيجي هنا كده وهنيجي نقف نختار مثلا اهي كده كلاستر تشارت دي كده كبيره كده، وهنيجي في الاوردرز دي وهنيجي نقول له ايه، تعالى نوسع دي كده شويه هنا كده، لا نصغر دي كده. هنيجي نقول له ان الشيب مود اهي، لو انت مش عارف ايه الاكس اكسس والواي اكسس، الجزء ده كده. ده بصوا يا جماعه، اي فيجوال انت بتفتحها، اي فيجوال انت بتفتحها بيبقى فيها اكس اكسس واي اكسس وليجند وحاجات كده كتير. لو انت مش عارف، هو عموما الاكس اكسس ده، الواي اكسس ده، الواي اكسس المحور الافقي والمحور الراسي، اكس وواي، تمام؟ فانت لو جيت سحبت الشيب مود ده كده هنا كده، هو اوتوماتيك حطها لك في الاكس اكسس، لان الاكس اكسس ده او المحور ده الافقي بالظبط، المحور الافقي ده اللي بيتحط فيه الخواص، ما بيتحطش فيه الكميات او النسب او اي حاجه. الواي ده بقى عشان هو طويل فبيبتدي يتحط فيه اي حاجه، يعني مثلا اول ما نيجي نحط فيه السيلز ده كده، اول ما احطها هنا كده ابتدى حط الكميات او الفلوس في الواي. وصل كده يا شباب؟ فكده الاكس ده بتاعنا، الاكس قصدي ده السلام عليكم ده وده تمام بس كده. فده كده اهو فكره يا باشمهندس، انا في حاجات لحد الان ما بعرفش اشرحها، بعمل كده وكده يعني، بعمل كده، انا عارف شرح بس على طول بتلخبط فيه اهو كده اهي. ده كده اول حاجه. بعد كده اللاين تشارت، اللاين تشارت يا شباب احنا طبعا احنا ما عملناش اي تعديل او ما عملناش اي حاجه، يعني مثلا ما جيناش هنا مثلا قلنا هنعدل في التايتل، هنعدل في، مش هنعدل، احنا لسه بس بوريكم الفيجوال عامله ازاي. اللاين تشارت طبعا احنا شفناها قبل كده في الاكسل. اللاين تشارت بتكون عباره عن ترند طالع نازل في البيع. لما نيجي ندوس على الترند كده اهو كده، اللاين تشارت اهي، تمام؟ ونيجي نحط فيها الاوردر ديت. الاوردر ديت هيبقى فين؟ في الاكس ولا في الواي؟ اكس بالظبط. انا احطها في الاكس كده، هتنزل هنا كده. انا نخليها بالمنث. يعني بصوا لو تلاحظوا بقى في الشكل ده كده، دي اسمها هيراركي. هيراركي يعني ايه؟ هيراركي يعني شكل هرمي، اللي هو ايه، بيجيب لك الديت. الديت ده مثلا 1/1/2023، بيقول لك الدي يوم 1، المانث 2، وهكذا. بصوا شايفين؟ يعني هو بيقسمها لك، والكوارتر اللي هو الكوارتر الاولاني، والير اللي هي سنه 2024. فانا كل ده انا همسحه، انا مش عايز كل ده، انا عايز المانث بس. يعني اشيل الير، اشيل الكوارتر، اشيل الدي، واخلي المانث بس، فاهمين؟ وبعد كده هناخد السيلز اهي. السيلز اهي. فكده جاب لي السيلز بتاعتك. طبعا انا هقول لكم ازاي بقى نفلتر بقى على الحاجات دي كلها. تبقى انت ليه كده دريل داون، نطينا على طول من دريل داون. نقدر نعمل دريل داون، نقدر نعمل دريل داون اللي هو الدريل داون بالديت، اللي هو يبقى الير ندوس عليها، نخش في الشهر ندوس عليه، نخش في اليوم. لا هو كده مفيش دريل داون، مفيش اي حاجه كده، بصي مفيش اي حاجه بتحصل. دريل داون ده احنا نعمله بقى، الهيراركي دي تبقى مفروده، وندوس على الير، بعد كده هنخش على الشهر، بعد كده نخش على الشهر، نخش على اليوم، وهكذا اهو كده. وبعد كده نعمل التيبل. التيبل ده يا جماعه من اشهر الحاجات اللي انتوا هتشوفوها. التيبل ده خلي كده دي كده هنا هنا كده، ده التيبل. والتيبل ده من اشهر بقى الحاجات اللي انتوا هتشوفوها في الباربي اي، هو والماتريكس اللي هو اللي جنب بعض ده.
لا ده تيبل، تيبل عادي. التيبل ده اللي هو مثلا ممكن تقول له ايه، مثلا انا عايز السيتي او مدوس سيتي، جابها لي هنا كده، واجيب جنبيها السيلز، واجيب جنبيها الكوانتيتي، وهكذا. ده التيبل، ده شكل التيبل بتاعنا. بس كده في حاجة تانية طبعا، الحاجات برضو المشهورة جدا والشهيرة جدا اللي هي الكارد. الكارد دي بقى من اشهر الحاجات اللي هتشوفوها برضو في ال، ودي هتلاقوها كتير جدا في الباور بي اي، في الداشبورد كتير جدا. الكارد دي، الكارد دي اللي هي ايه، اللي هي تيجي تعمل هنا في حاجة اسمها هنا انسيرت كارد. كارد تقدر بقى، الكارد دي بقى، الكارد دي بتعرض حاجة واحدة بس، ما بتعرضش اكتر من حاجة، بتعرض حاجة واحدة بس. اهي مثلا ممكن تحط السيلز بتاعتك اهي، يقول لك السيلز بتاعنا مليون 900 وشويه. لو خدنا دي كده كنترول سي كنترول في، يعني نعمل كارد تانية اهي جنبيها، ممكن اقول له مثلا نشيل السيلز ونحط مثلا الكوانتيتي. فين الكوانتيتي؟ كوانتيتي كوانتيتي اهي، قال لي الكوانتيتي بتاعتك 25000 كارد. اه ماشي. بص يا شباب، عشان اني دي كارد، كارد نيو، كارد نيو حاجة فيها تعديلات أكتر. أوريك دلوقتي، أوريك دلوقتي أكتر من حاجة. لا دي اسمها، لا اللي فيها كذا صف اسمها رو، مالتيبل رو، مالتيبل رو. أنت تعرض فيها بيع وكوانتيتي في كارد واحدة. تمام؟ بس طبعًا إحنا يعني بصوا التشارتات دي كتير، ف بصوا يعني نجيب الشارت، نجيب الكارد دي كده هنا ونصغرها أهي. يبقى فيها فيلد واحدة، هي الفيلد أنت تحط فيها إيه؟ هنحط فيها إيه مثلًا؟ نحط فيها مثلًا البروفيت مثلًا. انا بحذفها على فكره، صح انا بحذف على طول، يعني ما بحبش استخدم دي قوي. بس طبعا بتقابلني بقى مشكله بقى تانية، يعني في الحذف ده بتلاقي ساعات كده بالذات في اللاين تشارت، انت ممكن تحذف اكتر من حاجه. يعني مثلا مش دي سيلز، ده سيلز، احنا عندنا الاكسس اهي والواي. لما اجي اهو احذف مثلا بروفيت، بص راح على الواي اكس، بس مع ان انا في حاجه اسمها سكندري اكس. لما اجي اسحب دي كده لتحت هنا كده، بص الفرق شاسع، بص الفرق بقى شاسع ازاي. في حاجه اسمها سكندري اكس، في حاجه اسمها واي اكس. لا 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 هو مش، بس انا بس اوريك اللي هو ايه، يعني تبقى انت عارف الحاجه بتروح ازاي، يعني مش تحذف وخلاص. فاهمين قصدي؟ لا يعني مثلا ده في اللاين شارت دي في حاجه اسمها اكس واي، اكس اكسس، وفي حاجه اسمها واي اكسس. لو انا جيت سحبت البروفيت دي على هنا كده، المفروض بص شايف البروفيت دي مش متشافه كويس، لكن لو انا جيت سحبت البروفيت دي على السكندري اكسس، الموضوع اختلف، الموضوع اختلف كتير. لا يعني لسه في شويه تفاصيل ان شاء الله نشرحها لكم. يعني حاجه في اللاين شارت انت ممكن تعمل اكتر من اكسس، يعني ممكن تعمل اكتر من قيمه تقارن بيهم في سنه واحده. بص اهو، بص هو مش اتغير، هو نفس الرقم بس الشكل اتغير، الشكل اتغير. بص اهو، بص المنظر. هو على فكره هنا البروفيت مثلا في ابريل 53000، لو جيت سحبتها هنا برضو، هنا برضو البروفيت برضو في ابريل 53000 جنيه. هو الشكل اتغير. بص انا يعني اللاين شارت دي انا هكيك اشرحها لكم بتفصيلها، بس لحظه بس اخلص بس والله يا جماعه وانا تحت امرك. ماشي معلش اخلص بس هتفضل. حاضر والله. الفانل دي استخداماتها، استخدامات اللي هي متهيألي الماركتنج، اللي هي مثلا ايه، مثلا اللي عملنا مثلا ليد، الليد دي اتعمل منها سي تي ار قد ايه؟ هي بتبقى كده الليد مثلا. ماشي. احنا مثلا عملنا مثلا في الشانل، في الفانل مثلا بعتنا مثلا 1000 ليد، او مثلا الاعلان ده اتشاف مثلا من 100000 مشاهد. بعد كده السي تي ار، سي تي ار كليك تو حاجه ثرو كده، اللي هو يعني داس ايه على الاعلان، فداس مثلا على الاعلان 50000. طب بعد كده اللي اشترى مننا 20000، فهي الفانل. من اللي فوقيه، ايوه ما هي دي بالظبط، ما هي اهي. ما هو 100000، احنا 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 عملنا اعلان اللي شافه 100000 مشاهد، 100000 ناس شافوه. اللي داس بقى على الاعلان كام واحد؟ قال لك 50000. واللي اشترى من الاعلان يبقى 30000. فهي تدريجيا. هي استخداماتها استخدامات، مش استخدامات اللي احنا عارفينها، استخداماتها معينه، حاجات معينه. يعني مثلا عميل، مثلا عميل عمل استماره، استماره تقسيط. التقسيط ده هل العميل
اتوافق يعني، جاله كام موافقه من الاستمارات؟ ما هو في استمارات ما بيجيش عليها موافقات، ما هو في عميل مثلا اللي هو متعسر عنده مشاكل ما بيدفعش بس عمل استمار، بعد كده عمل اتعمل من الاستماره دي كام موافقه؟ عمل مثلا 100 استمار، اتعمل من الاستماره دي 70 موافقه، ال 70 موافقه دولت اتعمل عميل راح فعلي بقى اشترى مننا امتى؟ 30 موافقه، فاهماني؟ فهي بروسس ماشيه كده. والله هنعمل لك ازاي؟ هي السيلز والبروفيت، هي هتبقى اغلبيتها سيلز وبروفيت. كام بروفيت؟ لا احنا ممكن نحط السيلز والبروفيت تحتيه، يبقى البروفيت احنا البيع ده من قد ايه في السيلز؟ تمام؟ نكمل بقى شباب، معلش معلش شباب 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 معلش، خليكم بس معايا، خليكم بس معايا معلش عشان بس نرجع تاني. الكارد دي، الكارد يا شباب، الكارد دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت بتعرض حاجه اسمها سكيلر، سكيلر دي يعني رقم واحد بس. انا كده خدت اهو كنترول سي كنترول في، ده كده جبنا السام بروفيت. ممكن ناخد مثلا هنا ايه السيلز اهي، نشيل البروفيت دي من هنا ونحط السيلز اهي كده، فكده البروفيت وهنا السيلز. في يعني الكارت دي ممكن تحطه بقى في، انا بشوف ناس حتى بالسبع ثمانيه كاردات كده، اللي هو افريج بير كذا افريج بير كذا، حاجه كده كتير. ده كده بريفيو كده كبير على الباور بي اي، واحنا عملنا ايه وازاي عملنا داتا سيت، ازاي قصدي عملنا امبورت من الداتا سورس وحطيناه على الباور كويري، وبعد كده عملنا له لود على الباور بي اي، وده الشكل اللي انتوا هتشوفوه. طبعا هو ما فيش اي تعديل ولا في اي حاجه، يعني ممكن مثلا ايه، وفي اخر حاجه بس خالص، ممكن ان احنا نعمل سلايسر عشان بس ده يبقى، شباب انتوا معايا؟ معلش معلش، ممكن كمان بقى نعمل سلايسر 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 اهو، ممكن نعمل بقى سلايسر ان احنا بقى نفلتر، يعني مثلا حاجه مش موجوده جوه الفيجوال دي فممكن نعملها في سلايسر لوحده. يعني مثلا نجيب، شفت كل ده الاوردر، احنا ممكن مثلا نجيب اليوزر نقول له المانجر ده مثلا، نقول المانجر اللي هو كريس وايرن وسام ده عايزين نفلتر بيهم على الناس. يعني لما ادوس على كريس دي قال لك دي مبيعات كريس ودي حاجات كريس، لما ادوس على ايرن، حد يعرف ايرن يجري؟ ايرن يجري، ايرن يجري اهو، سام ويليام الحاجات دي، اتاك اون تايتن، تعرفش اتاك اون تايتن؟ اتاك اون تايتن، ماشي فاهم؟ تمام كده يا شباب؟ كده خلاص كده؟ ده كده الشكل اللي احنا يعني لحد ما اللي احنا وصلنا له في الباور بي اي. يلا بينا بقى نعمل، انا هعمل بقى دونت سيف، انا من فرقتي لما سيف شباب مش عارف ليه. تعالوا بقى هنا انترو، انترودكشن تو داكس. بصوا يا شباب معلش سيف بس خليك معايا عشان الموضوع ده هيفرق معاك انت قوي. انترودكشن تو داكس، بصوا تعالوا بقى نعمل بقى كده. النهارده المحاضره اللي فاتت كنا المفروض نتكلم عن الداكس، بس طبعا المحاضره يعني مطت مننا جامد فالموضوع قلب غلط. الداكس يا شباب معلش كده، عايز اشوف دي ايه. لوك اون ستيبل تي اون سلايدز ماشي. بصوا يا شباب الداكس بقى عباره عن ايه؟ بصوا بيقول لك ايه، احنا النهارده هنتكلم عن الداكس. الداكس الرو كونتكست والفلتر كونتكست والكرييتنج كالكوليتد. اتفضل بقى هيعمل ايه؟ الصوت اللي بيضايقك، الصوت اللي بيضايقك، الصوت ده اللي بيضايقك، بس في جز كده. يلا شباب بصوا يا شباب ايه هو الداكس؟ النهارده هنتكلم عن الداكس، النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها رو كونتكست وفلتر كونتكست، وحاجه اسمها كرييتنج كالكوليتد كولونز، وبعد كده كرييتد كالكوليتد تيبلز. اوكي يعني الداكس دي ان شاء الله هنتعلم فيها حاجات كتير قوي وهنعرف فيها حاجات كتير جدا تقدر تفيدكم. طب وات از داكس؟ ايه الداكس؟ بيقول لك ايه بقى؟ لو الباور بي اي ده عربيه يبقى الداكس الموتور بتاعها. فعلا الداكس نيو انفورميشن اباوت اكزيستنج داتا، اللي هو ممكن يحط لك انفورميشن جديده على الداتا اللي موجوده، بس طبعا في حاجات انت ما تعرفش توصفها في شغلك فللاسف هتضطر انت تخش في الداكس عشان يعملها لك. يعني مش كل حاجه الباور بي اي بيقفلها، حتى في كل حاجه دلوقتي، حتى في لوكر لما احنا شرحنا لوكر، لوكر في حاجه اسمها اسمها لوكال ام ال، اللي هو اللغه بتاعتها اسمها ام ال. ليه؟ لان في حاجات انت بتعطل فيها فتضطر ان انت تستخدم معادلات انت اللي تعملها بايدك عشان تشتغل، فاهمين؟
DAX Data Analysis Expression هو Library of Functions function يعني يا جماعة function يعني معادلات مش operator ان انت بتكتب كود كامل معادلة تعمل لك حاجة زي الإكسل كده مثلا معادلة تكست بتعمل لك day معادلة sum تجمع لك معادلة average تعمل الأفريج مفيش حاجة يعني هو مش كودينج يعني هو ما بيكتبش زي كودينج مثلا تكتب كود كبير عشان يطلع لك نتيجة لا هو بيعمل لك تكتب معادلة يطلع لك زي تكتب حاجة يطلع لك function يعني هو بيستخدم function operator طبعا معادلة الداكس طبعا بيبقى موجود في الباور بي اي والباور بيفوت اللي احنا استخدمناه في الإكسل والاس كيو ال سيرفر اناليسيس سيرفيس داتا اناليسيس اكسبريشن طبعا بص مكتوب هنا ايه موديلد افتر اكسل فورمولا لانجويج هو اللي هو خد الاكسل فورمولاز وعدل عليها وطلع معادله الداكس حتى لما تلاقي معادله الداكس لما تيجي تكتبها بعد كده هتلاقي اكس يساوي يعني تعمل ايكوال زي الاكسل بالظبط كانك بتكتب معادله اكسل بس طبعا فيها تعديل شويه في الداكس فانكشنال لانجويج اللي هي بتبقى فانكشنال يعني لازم تستخدم المعادلات عشان تطلع لك النتيجة وطبعا بقى ممكن تعمل جروس مارجن يعني بيقول لك بتستخدمها في ايه طبعا هو library of function operators and constants فcreate additional information about data بيقول لك هو ممكن يعمل لك additional information في الداتا الحالية ممكن يعمل لك additional اللي هو معلومات اضافية على الداتا اللي موجودة ممكن تعمل بقى maximum information وان انت تقدر تعمل custom calculations وان شاء الله نشوفها دلوقتي وهنجرب الداكس بايدينا يعني. هو كان نفسي ان انا اعملها من المحاضره الاولانيه بس الموضوع طول قوي. بصوا يا شباب الداكس بيجي في ثلاث حاجات ما فيش غيرهم. هم الثلاث حاجات اللي قدامكم دول. كالكوليتد كولوم، كالكوليتد تيبل وميجرز. الكالكوليتد كولوم وتيبل والميجر كلهم هنشرحهم النهارده بس انا قصدي ايه؟ ان بنسبه 80 90% من شغلك هيبقى كله ميجرز اللي في النص ده. هنشوف ده ليه؟ يعني كالكوليتد تيبل نقدر نعمل تيبل كامل من الداكس. ونقدر نعمل كولوم كامل من الداكس والميجر ده بقى حاجه كده جميله قوي ان شاء الله تشوفوها ماشي ده شكل السينتاكس يا جماعه يعني الجرامر بتاعت الكلام اسمه جرامر سينتاكس سينتاكس دي اللي هي بتتكلم ازاي نيم اوف ميجر وهكذا مثلا تعال نرجع للسينتاكس دي تاني بيقول لك ان الاي ده اللي هو نيم اوف ميجر اللي هو اسم الحاجه لازم تكتبها الاول وبعد كده الاوبريتور اللي هو بي ده الاوبريتور اللي هو مثلا اذا كان ايكوال او ده هو ايكوال طبعا مفيش غير ايكوال طبعا وسام فانكشن ده اللي هو دي فانكشن في الداكس والبرانسيس دي اللي هي الاقواس وطبعا بقى اللي هو شايفين السيلز اللي هي الاي دي السيلز اللي هي الاي دي اللي هي التيبل ده التيبل اما الاف اللي هي السيلز اللي ما بين براكت تو براكت دي ده الكولوم اللي جواه خلاص مثلا اكزامبل ده بيقول لك company needs total quantity sold فدي بتبقى اقول لك ازاي بص بقى بتعملها ازاي بالداكس الداكس بيبقى اسمه total product sold يعني انت عايزين التوتال الكومباني توتال سولد بيقول لك ايه ان التوتال برودكت سولد دي اسمها نيو كالكوليتد كولوم ده الكولوم اللي انت هتعمله ويساوي دي الاوبريتور والسيلز اللي ما بين كوتيشن دي اللي هي التيبل والكوانتيتي اللي ما بين براكت ده اللي هو الكولوم وصل كده ده السينتاكس بتاع اسمها سينتاكس جرامر او اللي هي هتكتب معادله الداكس دي ازاي خلاص كده او داكس اجريجيشن فانكشن اللي هي الجزء ده اكزامبل اهو هو الاكزامبل المفروض ان مكتوب حاجه المهم يعني بيقول لك ان هو عايز يعرف توتال ال فور ايتش رو توتال سيلز بير ايتش رو فانت هتعمله ايه هتضربه الكوانتيتي في اليونت برايس صح عشان يطلع لك توتال سيلز بس ايه بير ايتش رو يعني كل رو اهو كده هيطلع لك اهو الجزء توتال برودكت سولد هو بس دي دخلت في بعض ماشي داكس انالايز داكس يوزنج كاستم فور كاستم اكسبريشنز بص دي بقى دي معادله اسمها سام اكس دي كاستم دي كاستمايز شويه دي مش موجوده في الاكسل سام اكس دي عارفين زي ايه حد يعرف معادله اسمها سام برودكت ايوه اللي هي اف اي عمود في عمود ويطلع لك سام اكس دي بتعمل كده دي سام برودكت سام برودكت دي يعني دي في الاكسل هنا بقى سام اكس دي اللي هي بتاعه الداكس خلاص هي دي لا توتال ريفينيو ده الاسم انت بتكتب بتكتب اسم الميجر او اسم العمود وبعد كده بتدوس يساوي وتكتب بقى المعادله بتاعتك اللي هي المعادله بقى السنتكس بتاعك خلاص
الرو كونتكست والفلتر كونتكست. بصوا يا شباب معلش انا عايز بس اشرح لكم حاجه. هنا الكوانتيتي وهنا اليونت سول، واحنا عايزين هنا نطلع السيل بتاعها التوتال سيل بتاعها. فهنعمل ايه؟ رو كونتكست تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ان انت تشتغل على كل رو. تمام؟ الرو كونتكست تشتغل على كل رو. اللي انت مثلا انت مثلا عندك الكوانتيتي هنا واحد بمليون برايس مثلا هنا 30، فتعمل ايه؟ انت تضرب 1 في 30 بتطلع 30، مثلا هنا 2 في 40 هيطلع 80 وهكذا. طب لو انت مثلا عندك 100,000 رو، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل 100,000 رو، هتعمل النتيجه دي اللي هتطلع هتطلع ب 100,000 رو. فاهم قصدي ايه؟ ده اسمه رو كونتكست في الاكسل. لو فهمت الرو كونتكست الموضوع اختلف خالص. معلش كده عشان الناس تشوفها كمان. اهي عشان تشوف. معلش. عشان مثلا الرو كونتكست لو انتوا عرفتوا الرو ما انتوا مش شغالين. عشان بس هم يشوفوا. صح والله. بص المهم الرو كونتكست بتعمل ايه؟ الرو كونتكست بتنفذ كل رو تضربها. الفلتر كونتكست بتعمل ايه مثلا؟ لو انا جيت قلت لكم بقى طب انا عايز اعرف التوتال سيلز كلها كام؟ هتعمل ايه؟ هتروح سحبه الرو كله، هتروح سحبه التوتال كله تطلع التوتال. فاهمين قصدي يا شباب؟ ده الفرق ما بين الرو والفلتر. بصوا يا شباب اي معادله تاكس هتعملوها بعد كده هتطلع لكم حاجتين، مفيش تالت، لا اما فلتر كونتكست لا اما رو كونتكست. الرو لما تيجي تفكروا كده مثلا، لما اجي اقول لك مثلا معادله زي صم، انا عايز بس صم اليونت سول تعمل ايه؟ هتلاقي تسحب على طول، يبقى ده اسمه فلتر كونتكست. اما لو انا قلت لك مثلا انا عايز توتال سيلز بير رو، يبقى تعمل ايه؟ هتضرب الكوانتيتي في اليونت سولد وتطلع لك النتيجه وهكذا. طب ايه مشكله الموضوع الكبير قوي اللي انا الفلتر والكونتكست والرو؟ الرو مشكلته ان انت لو عندك مليون ريكورد هيطلع لك مليون حاجه جنبيه. فاهمين قصدي ايه؟ لكن الفلتر بتبقى في الهواء، يعني تلاقيها طلعت مثلا توتال يونت سولد تروح سحبها لك حاجه، ما بتستهلكش الميموري. دي حاجه يا جماعه اسمها فلتر كونتكست والرو كونتكست. عشان بس تبقى انتوا عارفين القصه دي، لان الداكس بنسبه كبيره لو انت فهمت الفلتر كونتكست والرو كونتكست الموضوع فرق كتير قوي في حاجه. في الداكس بالذات، لان يعني الداكس ده بيبقى رخم شويه والناس اللي فاكراه ان هو معادله الف وان انا هدخل اكتب معادلات وخلاص، لا هو انت لازم تفهم الاليه ماشيه ازاي. ماشي يا شباب؟ بعد كده هستخدم وايت بورد صح؟ بصوا يا شباب ده كده الفلتر كونتكست والرو كونتكست. بيقول لك ايه؟ بصوا السؤالين دولت سؤالين عكس بعض. بيقول لك ايه؟ What is the total sales of each product of each product؟ يعني هنعمل ايه؟ هنضرب الكوانتيتي في البرايس. يعني هضرب الكوانتيتي في البرايس. بيقول لك ايه بقى؟ What is the top selling item by category؟ اللي هو من الاخر الكاتيجوري ده كله هنعمله فلتر. هوريكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. بصوا داكس كومبيوتس فورمولا ويز كونتكست. ثواني كده ايه؟ الرو كونتكست بقى اهو. الكالكوليتد كولوم. بصوا الكالكوليتد كولوم دي اوتوماتيك رو كونتكست. هوريكم يعني بصوا انا عايز بس اعرفكم وهنبتدي نخش بقى اونلاين. مش ظاهر حاجه اونلاين. مش ظاهر يعني ايه؟ مش ظاهر. ما انا عامل شير ديسكتوب. اه تمام كده ماشي اوكي اهو. نعمل كده لحظه عشان بس تبقوا عارفين يا جماعه ايه المعادلات اللي بتشتغل كرو وايه المعادلات اللي بتشتغل فلتر، فلتر كونتكست او رو كونتكست. ثواني كده. بصوا يا جماعه بيقول لك ايه؟ الرو كونتكست بيقول لك ايه؟ رو كونتكست ريفيرز تو تيبلز كارنت رو بينج ايفالويتد ويز ا كالكوليشن، اللي هو بيقول لك هيشتغل على كل رو في التيبل نفسه. هندوس على دي كده. كالكوليتد كولوم. بص الكالكوليتد كولوم دي هي كالكوليتد كولوم بتشتغل لما تيجي تضيف حاجه اسمها كالكوليتد كولوم. دي انت بتضيف لكل، يعني مثلا انا قلت لكم ايه هنا؟ ان احنا عايزين نعمل هنا توتال سيلز، فايه هتبقى دي رو ولا فلتر؟ رو كونتكست رو. ليه؟ لان هو هيمسك كل رو ويشتغل عليه. تمام كده؟ لما اجي اقول لك مثلا اعمل لي كالكوليتد كولوم هيجي في دماغكم ايه؟
رو مفيش تفكير، لان هو بيمسك ايتم ايتم يقعد يضرب فيه ويطلع الحاجه. هوريكم دلوقتي الرو والكالكوليتد تيبل وكل حاجه تمام. طبعا الداكس بتعمل حاجه اسمها داتابيز، اللي انت طبعا بتكريت الحاجه انت بايدك بالداكس. بصوا بقى شباب، لما يجي يقول لك ايه وات از توتال سيلز فور ايتش برودكت، لما اجي ادوس هنا ايه اللي حصل؟ بضرب الكوانتيتي في البرايس تمام كده، فبيطلع لي التوتال سيلز اللي انا بضرب 10 في 29 تضرب لي 92 وهكذا. ده كده اسمه رو كونتكست، اللي هو بيمسك رو رو ويبتدي يحسب فيه الحسبه بتاعته. الفلتر كونتكست بقى بتبقى بتستخدم اغلبيه الحاجه في الميجرز. الميجرز دي برضو احنا هنشرحها دلوقتي، ما بتستهلكش كتير في الميموري، وكمان بتكون اسرع. بصوا نوت كونسيوم ميموري اند ديسك سبيس في الفلتر كونتكست. طبعا احنا نعرف ايه الفرق دلوقتي ما بين الفلتر والرو عشان يعني باستخدام اكتر، او ان احنا نعدل عليه اكتر. ثواني غير، انا عايز اجيب بس اللي هو ايه. بصوا هنا الحته دي بيقول لك الفلتر كونتكست بيقول لك ايه، كالكوليت ذا توتال سيلز فور اول ايتمز ان كاتيجوري اكس. فبيروح عامل ايه، يروح ماسك الكاتيجوري اكس اهي، يروح مفلتر، وبعد كده يروح ايه عامل الكالكوليشن. يعني جايب اسم ايه، فلتر كونتكست، اللي هو يروح مفلتر ويروح عامل ايه الكالكوليشن. فمين يا شباب الحته دي؟ يبقى الرو اللي هو بيمسك رو رو ويقعد يحسب، الفلتر بيروح مفلتر ويروح حاسب. خلاص كده يا شباب تمام كده ناحيه تمام. هنيجي ندوس هنا كده مثلا، يقول لك احنا عايزين نعرف الكاتيجوري اكس، السيلز بتاعت الكاتيجوري اكس. هندوس كده اهو سيلز كاتيجوري اكس، في معادله اسمها كالكوليت، دي طبعا هنشرحها. طبعا دي من اهم المعادلات اللي انتوا هتستخدموها في الداكس، اسمها كالكوليت. الكالكوليت دي بتبقى عباره عن ايه، يقول لك انت عايز تجمع ايه، اقول له انا عايز اجمع السيلز ده كله. طب ليه بقى؟ عارف الكالكوليت دي زي ايه؟ ها في الاكسل صمف، الكالكوليت دي زي صمف، انت بتجمع ايه، اقول له انا عايز اجمع ده ليه، اقول له كاتيجوري اكس يساوي اكس. انا بقول لكم زي الاكسل بالظبط. الكالكوليت دي يا جماعه من اشهر المعادلات في الداكس اللي انتم ممكن تستخدموها طول حياتكم، يعني كالكوليت. خلاص كده، بعد كده الفلتر بتعمل فلتر، بعد كده كالكوليت، يفلتر الاول بعد كده كالكوليت. يوروب مثلا عايز مبيعات يوروب، يوروب بعد كده هيفلتر بعد كده هيكالكوليت، يفلتر مبيعات يوروب بعد كده هيكالكوليت. خلاص بعد كده داكس هي بص بيقول لك ايه، هيفلتر وبعد كده يعمل داتا سيت، اللي هو هياخد الداتا بتاعته ويفلترها وبعد كده يعمل داتا سيت. ما انت ممكن تعمل فلتر كونتكست عن طريق تيبل، اللي انت مثلا تقول له انا عايز من الاخر يجيب لي مبيعات المحاسبين بس، فكده انت بتعمل داتا سيت لوحدها. فاهمين قصدي ايه؟ اهو بيفلتر وبعد كده ايه بيكالكوليت. مصر شاي هيك. وكمان لازم تاخدوا بالكم ان المعادلات دي بالذات بتستخدم لما انتوا تكونوا عاملين ريليشن شيب صح ما بين الجداول، لان لو في جداول الريليشن شيب غلط هتطلع لك نتائج غلط خالص. هوريكم دلوقتي طبعا احنا هنعمل ايه دلوقتي. اوكي داكس طبعا لو انت طبعا عايز تعمل براكتس كويس للداكس، ابتدي الاول بحاجات سيمبل بسيطه الاول، وبعد كده ابتدي اعلى مع الوقت عشان الداكس تتعلمه اكتر وقت. كالكليت كولوم زي اهو. بصوا يا جماعه لو انا عايز مثلا الاكزامبل بتاع اللي انا عايز اعرف البروفيت مارجن، هو بيروح عامل لك في كالكوليتد كولوم، في كولوم لوحده. فاهمين قصدي ايه؟ ده كده الكولوم. يبقى احنا كده عرفنا ايه، ان الداكس بيبقى عباره عن ثلاث حاجات. احنا لحد الان احنا شرحنا ايه، الفلتر والرو، قصدي الكولوم، ولسه هنشرح بقى اللي هو التيبل بعدين. ده عمل حاجات كتير قوي. بص يا باشمهندس، هو عمل ايه؟ هو ضرب ده في ده، اللي هو ايه، عمل الكوانتيتي في اليونت برايس فطلع لك التوتال سيلز، بعد كده قسم التوتال سيلز. هو في حاجه ثانيه المفروض يبقى الكود، لا هو المفروض دي حاجه ثانيه، ثواني هجيبها لك يا باشمهندس، اصل انا الحاجه دي لسه قايلها لك النهارده. كالكوليتد كولومز، بعد كده تعمل تيبل، بعد كده تعمل كالكوليتد كولومز وتعمل داتا موديل. traditional field with data imported from data source، بعد كده calculate columns created by defining a DAX expression، احنا بنعملها عن طريق DAX. وهنا لو انت عايز تعمل total product sold اللي هو quantity في unit price هتطلع لك ال هي دي معلش هي بس كده. ده شكل الكالكوليتد كولومز يا جماعه عشان بس تعملوها. ده شكل الكالكوليتد كولوم عشان تعمل كالكوليتد كولوم صح.
هتكتب اول حاجه الاسم بتاع الكولوم، وبعد كده هتكتب التيبل نيم، وبعد كده الكولوم نيم، والارثمتيك اوبريتور اللي هو زائد ناقص في علم والتيبل الثاني اهو اهو بالظبط كده، اللي هو توتال سيلز، سيلز كوانتيتي في سيلز يونت. عايز بقى اخش بس في الاكسرسايز. ايوه اكسرسايز، تعالوا يا جماعه نخش في الاكسرسايز. احنا نعمل كرييتنج كالكوليتد كولومز. ممكن تفتحوا الحاجه اللي معاكم؟ معلش اه ده داكس كويري، اسمها داكس كويري. بس مش شغال عندي، مش عارف ليه. هو شغال هنا لكن مش شغال فوق عندي. لا لا هو كلهم واحد، كلهم واحد. لكن لا هو مش شغال، هو ممكن يكتب لك حاجات هنا في بايلوت بره. بصوا يا شباب معلش كده، تعالوا نفتح بس كده الاول. اكسرسايز اسمه كالكوليتد تيبلز، قصدي كولوم، كولومز. لا في تاني، تاني فين؟ كالكوليتد كولومز. ايوه بالظبط. بصوا يا شباب اهو ثواني. بصوا يا شباب احنا دلوقتي هنعمل امبورت على الداتا اللي احنا حاطينها في حاجه اسمها كالكوليتد كولومز. هنعملها امبورت، هنعملها امبورت ازاي؟ هنيجي عن طريق اكسل ورك بوك، وهنيجي عند داتا دي ايه؟ ماله؟ اكسل كرييت، في حاجه اسمها كالكوليتد كولومز اهي، وندوس على سيلز اهي. مش عارف ايه، اكبر حضرتك الحمد لله يا باشا. بصوا يا شباب لو احنا جينا هنا كده عشان بس اوريكم بس الاول الداتا دي بس عامله زي الاول، هنيجي ندوس على سيشن 2 اكسرسايز، في حاجه اسمها، في حاجه اسمها كالكوليتد كولومز اهي، دي الداتا اهي. لما نيجي ندوس عليها سيلز دي انا عايز امسح دي كده. ايوه بالظبط اهو. لا استنى، بصوا يا شباب ده الاوردرز، ثواني سيشن 2 على المفروض على الواتساب، ما اعرفش هو ما بقولش. بصوا يا شباب معلش معلش ركزوا بس كده معلش معايا، ده السيلز، السيلز اسمها سيلز اوردر اللي هو رقم الطلب، والاوردر ديت، والبرودكت كي، وهكذا. احنا بصوا عايزين نعمل حاجات كتير قوي فيه، هنيجي نعمل هنا كده شباب معلش شباب معلش، احنا بس عايزين نكريت بروفن مارجن فروم ايت سيلز. احنا بس عايزين نعمل الكالكوليتد مارجن. اول حاجه احنا هنكريت توتال سيلز اسمه كولوم، ونكريت البروفيت مارجن، ونكريت البروفيت مارجن كولوم معايا ولا ايه؟ والفورماتيك كولوم. تعالى بقى كده هنا كده هنعمل اول حاجه هنا كده، نختار من امبورت، وهنختار الملف اللي حاطه لكم في كالكوليتد كولوم اهو. بصوا شباب صح نعم ماشي، تيبل سيلز اهي، جاب لي التيبل سيلز اهي كلها. بعد كده نعمل لود معايا يا استاذه ولا ايه؟ ايوه تمام. بصوا يا شباب كده ده التيبل اهو اللي موجود عندنا تمام. انتوا معايا؟ انتوا حد بيستخدمه ولا ايه؟ حد بيجرب معايا؟ تمام اهو. هنيجي هنا كده في تيبل فيو. بصوا هو في اكتر من حته نقدر نعمل فيها هنا كده. لو جينا في تيبل فيو في حاجه اسمها كالكوليشن زي، ولو جينا هنا في الموديل فيو في حاجه اسمها برضو، في حاجه اسمها برضو كالكوليشن زي، فاهمين قصدي؟ ولو جينا برضو في الـ في الـ في ريبورت فيو في حاجه برضو اسمها كالكوليشن برضو. يعني كالكوليشن دي معانا في الثري، في الثلاث شاشات اللي موجوده. فاحنا نخلينا ايه،
في التيبل فيو عشان نبقى شكلنا نبقى شغالين فيه. تمام كده. وهنيجي ندوس على نيو كولوم. اول ما ندوس على نيو كولوم هيظهر لنا الكولوم اهو كده. فنقول له ايه هو قال لنا ايه الاول؟ هو احنا عايزين نعمل ايه؟ هو عايز يعمل بروفيت مارجن. البروفيت كرييت توتال سيلز كولوم اهو. يبقى نعمل ايه؟ بصوا بقى ركزوا يا جماعه. بصوا احنا كده كده شباب معلش بصوا شباب بس معلش يا جهاد يا شباب انتوا شباب ولا ايه؟ ماشي طب ركزوا بس معايا في الحته دي. انا هجرب. طب ركزوا بس معايا في اللقطه دي. انا هجرب وانتوا بعد كده تجربوا ورايا ممكن لو سمحتوا. لما تيجوا تفتحوا الشيت دلوقتي هتلاقوا فيه سيلز اساسا. يعني السيلز اساسا دي موجوده. فممكن نعمل لها اكتر من طريقه. ممكن نشيلها من عن طريق باور كويري. يعني ممكن نيجي هنا كده. هنيجي هنا كده في ترانسفورم داتا. انا بس عايز اوريكم بس هنعملها ازاي. السيلز كده كده موجوده. يعني كولوم السيلز ده كده كده موجود. فممكن نيجي هنا من عند فين السيلز هنا كده من الباور كويري ونعمل له ريموف عشان ما يجيش معانا في المود اللي احنا عايزينه. نرجعها بس كده. او لقطه بس اخيره. او ممكن نيجي هنا في التيبل فيو وهنيجي هنا شايفين السيلز دي كده شايفين العلامه دي كده علامه العين دي. ممكن لو احنا دوسنا عليها هتبقى كده دي هيدن. هيدن هي مش هتبقى هيدن من هنا. هي عليها علامه هيدن بس هتبقى هيدن منين؟ من بره في ريبورت فيو. هنيجي هنا كده اهو مش هتلاقوا هنا حاجه اسمها سيلز. انا خفتها من جوه. تمام كده. انا بس حبيت بس اوريكم وهنبتدي نشتغل خلاص. لسه ما اشتغلتيش صح؟ بتعملي كده تمام يا كويس حاضر. اوكي بصوا يا شباب هنعمل بقى ايه؟ هنعمل دلوقتي توتال سيلز. هنكري نيو كولوم. هندوس على نيو كولوم اهو اسمعوا الاخر بس اخلص وبعد كده اشتغلوا ورايا اهو. توتال سيلز اهو. تمام. هو دلوقتي عايز توتال سيلز. توتال سيلز اللي هو عباره عن ايه؟ اليونت برايس في الكوانتيتي. اليونت برايس في الكوانتيتي اهو. تعالى نعمل كده كنترول 4 كده. تمام كده سيف سيف معايا. بص مثلا كيس بص لا ما بتاثرش في السبيس. داكس لو كتبت كذا سبيس جوه ما لا ما بيتاثرش جوه المعادله بالسبيس. يعني ممكن اكتب كذا حاجه. معلش بس يا جماعه معلش ركزوا بس معايا لحظه. تمام كده. توتال سيلز هتبقى عباره عن ايه؟ ان احنا نضرب اليونت برايس في الكوانتيتي خلاص. فنيجي نعمل ايه؟ انا بمجرد ما اعمل اي حاجه هكتب بس يونت ابتدى يطلع لي ايه؟ بص تيبل سيلز يونت برايس. استنوا بس يا جماعه ركزوا بس معايا والله وهتعملوه اهو. بعد كده سبيس في اللي هو ايه؟ يونت برايس في الكوانتيتي. اكتب كوانتيتي كده بس ايه؟ ظهرت لي وادوس انتر اهو. الكولوم اهو اتضاف فيه التوتال سيلز اهي. تمام كده يا شباب؟ كده وصلت؟ الشيت ده يا جماعه 57,000 رو. انتوا متخيلين لما انتوا بتعملوا 57,000 بتعملوا رو قصدي كولوم تاني بتعملوا 57,000 رو تاني معنى كده كده. بصوا اهو هنعمل كده التوتال سيلز ده. لو انا عايز اشيل بقى طبعا الكولوم ده اروح دايس عليه كليك يمين واعمل له ديليت. ديليت فروم موديل خالص. هو كده كده هيتشال خالص. انا اعملها دي بس يا جماعه وبعد كده نكرره يعني بعد اذنكم يعني عشان بس ايه الداكس ده محتاج تعامل. بس انا عايزكم ايه تبقوا متابعين الاول خلاص. عشان اعمل كولوم جديد اسمه توتال سيلز. والتوتال سيلز ده بيجي عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق ان انا اضرب الكوانتيتي في اليونت برايس. فبعمل ايه؟ بروح هنا جاي هنا كده هنا كده اسمه هوم. فهنا في حاجه اسمها تيبل تولز. هنلاقي هنا حاجه اسمها نيو كولوم. كولوم نعمل كولوم جديد. الكولوم الجديد ده بيتسجل عندي في الميموري سبيس بتاعتي انا. هنيجي نعمل هنا كده ونيجي نعمل هنا كده نقول توتال سيلز. تمام. وهنيجي هنا نقول له احنا عايزين اليونت برايس. يونت برايس اول ما ادوس على كلمه يونت هيظهر لي اهي في كوانتيتي وندوس انتر. جربوها لو سمحت. لو عايز حد يجرب يجرب ولا انتم بتجربوا معايا؟ سبيس ازاي؟ اهو سبيس اهي. لغه الداكس ما بتقراش في السبيس. لا انا دوس انا مسحت التيبل. لا التيبل اهي معلش عشان مسحت انا التيبل اهي. في ايه؟ احنا قلنا ايه؟ يونت برايس في كوانتيتي. معلش لحظه انا دوست على حاجه غلط اهي.
في كوانتيتي وان هي ظاهره كوانتيتي ونعمل كده سبيس خلاص كده يا شباب تمام كده ممكن تجربوها. بصوا يا جماعه الداكس مدام ما بين الاوبريتور او ما بين اسمه ايه اللي هو ما بين الاكسبريشن والاكسبريشن ده اسمه اكسبريشن اكسبريشن مدام كتبته ممكن تعمل سبيس عادي يعني ممكن كمان تعمله كده فاهمين قصدي. ما لغه الداكس بتبهركم بالحته ان انت بتضيف الحاجه تحت بعض على هيئه كود فهي بتخطفكم كده بس هي بالاخر هي ما بتقراش السبيس. جربت يا مصطفى؟ طب مش عايز تجربي؟ لا لا يعني معلش انا اسف يعني انا اسف لو انا هضايقك يعني. وصل كده يا شباب يعني اشتغلتوا عليها ولا لسه؟ ماشي ماشي براحتك. بصوا يا شباب صح وانتوا بتكتبوا الكود وانتوا بتكتبوا الكود في لو دوستوا على كنترول وعلامه الايكوال الايكوال هتلاقوا الكود بيزيد كده بيزيد معاكم عشان تعرفوا تكتبوا الكود يعني برقم كبير تعرفوا تكتبوا الكود بولد شويه تمام كده ماشي. ها ها سيف الدنيا كويسه معاك لحد الان؟ يا استاذ كريم جربت ولا مش عارف تجيب التاني؟ مش لازم تعمل اي حاجه خلاص كده يا شباب نكمل. الاونلاين الاونلاين انتوا جربتوا كده ولا ايه يا شباب؟ اونلاين جربتوا معانا ولا ايه؟ طب ايه يا شباب خلصتوا كده؟ اه تمام 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 زي الفل زي الفل. ها نجرب نكمل تمام كده يا باشمهندس تمام يا باشمهندس. ما انا ما هو دي بقى مشكله انت مش متابعني دوس كنترول و ايكوال كتير عملت تمام كده يا شباب نكمل خلاص كده كله جرب. جربت يا يحيى ولا ايه؟ ها طب تمام. هنا بقى بيقول لك بقى ايه تاني ركزوا بس معايا في اللقطه دي تاني معلش. هنا اللقطه اللي جايه بيقول لك ايه كرييت بروفيت 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 كولوم وكرييت الكود اللي اسمه الكولوم اسمه بروفيت بروفيت وبعد كده هنعمل حاجه اسمها بروفيت مارجن تمام. هنيجي نعمل هنا كده تاني هندوس على كلمه نيو نيو كولوم اي نيو كولوم. طب انا بس اجرب وبعد كده انتوا تخلصوا اوكي. الكولوم هيبقى اسمه بروفيت وبعد كده البروفيت هيكون ايه التوتال سيلز اللي احنا عاملينه توتال سيلز اهو ناقص الكوست عشان يجيب البروفيت. هو كده كده جاي ما شاء الله واقع اساسا الراجل ده واقع ولا ايه يا استاذ كريم؟ هو واقع سوا. بص من اول البدايه كده ماينس قال لك ان البروفيت بتاعه واقع واقع ما هو بروفيت واقع هو لا لا ما هو كنت دي ما انت لو سحبت شويه كده يا باشمهندس صح هتلاقي الارقام اختلفت. باشمهندس الكود ده الشيت ده 53 57000 رو 57000 انت متخيل انت بتعمل 2 كولومز فبتزود على 57000 57 زيهم فاهم قصدي؟ فده بيزود في الميموري سبيس جامد قوي. يا شباب حد جرب البروفيت تمام كده وصلت تمام كويس قوي. ما هو كله نيجاتيف اهو ما هو كله نيجاتيف. بروفيت مارجن يلا نكمل بروفيت مارجن هيبقى على ايه؟
بروفيت مارجن هيبقى على ايه؟ حد يعرف البروفيت مارجن؟ بروفيت مارجن، احنا عايزين نعمل بروفيت مارجن يعني كام، كام في الميه؟ ها هنعملها النهارده. ايه بقى ايه على ايه؟ ايه على ايه؟ البروفيت قدامنا ايه؟ توتال سيلز، البروفيت على التوتال سيلز. نعم في قالت بروفيت على التوتال سيلز، او نعمل كده نيو كولوم، بعد كده نكتب هنا بروفيت مارجن. الكولوم ده هندوس عليه كده، ندوس عليه كده بروفيت مارجن. انتوا لو تلاحظوا يا شباب احنا عاملين توتال سيلز، هنعمل هنا كده نكتب توتال سيلز، توتال سيلز على اللي هي دي كده على ال، لا احنا قلنا بروفيت على السيلز يا جماعه، في بروفيت. اول ما بنكتب كلمه بروفيت هي بتختار، هي بتظهر لنا كلمه بروفيت على السيلز، توتال سيلز برضو، توتال سيلز اهي، وندوس انتر. ما شاء الله بص الارقام عامله ازاي، فهمت كلها كلها بالسوالب اهي. نسبه من الكوست ماشي، خمسة تمام تمام. هو البروفيت 2 كام في المية؟ 8 2 مش كام في المية من 10؟ انت شايف ايه؟ انا بطلع ايه؟ طب عادي تعالى نعمل الكوست ده. هو الكوست هو بيكسب نسبة من الكوست. اهو الكوست. ايوه عادي هي فرض فوق، هي كده طلع رقم طلع ايوه. كل ما هو يعني خليها على الكوست يا جماعة، خليها على الكوست مش على التوتال سيلز، معلش. خليها على الكوست مش، لا لا مش هتعدل كده. امسح دي كده كلها واكتب كوست. يا شباب كل حد كده جرب ولا؟ يا عصمة الدنيا كويسة؟ أنا كويس، أنا كويس. يا سيف إيه الأخبار دلوقتي؟ ماشية كويسة؟ ماشي. نفس ال يعتبر نفس ال يا غازي الدنيا يا بسنت تمام؟ طب ماشي عشان بس المرة الجاية، بس عشان أنا هندخلها بقى في حاجة تانية. ها؟ ها؟ تمام. طب احنا دلوقتي بصوا عشان بس اوريكم بس احنا عملنا ايه. احنا عملنا توتال سيلز، عملنا بروفيت، عملنا بروفيت مارجن. طب عشان نعرف الكولومز اللي هي كالكوليتد اللي احنا عاملينها بايدينا غير من السورس هنعمل ايه؟ بصوا هنا كده البروفيت مارجن بص شكلها عامل ازاي، عليه علامه السيجما وعليه علامه زي كالكوليت كده شويه اهي. بصوا اهي، بصوا هنا ده السورس الطبيعي اللي هي جايه الاوريجينال، جايه الكوانتيتي بصوا عاملين عليها ايه، علامه سيجما بس. سيجما يا جماعه علامه السيجما على الكولوم ده يعني فيه رقم كله ارقام خلاص، فان هو معلوم عليها ارقام دي بس كده، ده كده ده كولوم جاي من السورس عادي، ده جاي من الداتا سورس اوريجينالي. اما البروفيت مارجن والبروفيت والتوتال سيلز بصوا عليها علامه ايه، سيجما وعليها كالكوليت. يبقى احنا كده اللي احنا ده اللي احنا عاملينه، وصل كده؟ فعشان تبقوا انتوا تعرفوا تفرقوا الفروقات دي، يعني اول ما تبص على المنظر ده كده اعرف ان هو ده كده ايه، ده اللي احنا عاملينه. فده دي مشكلتها بقى يا شباب، عشان بس اعرفكم الشيت اللي احنا في ايدينا ده 53 57000 رو، فطبعا لما عملنا 3 كولومز تانيين زود 7 اضرب بقى 57000 رو في 3، يعني احنا عملنا 3 كولومز، فالموضوع بياخد من ميموري سبيس، ويفضل انك ما تعملهاش، يفضل انك تحاول، لا مش هو كده هنعملها، بس لحد ما تتزنق قوي اعمل كالكوليتد كولوم او كالكوليتد تيبل، لان الموضوع بياخد من السبيس جامد قوي. ف يفضل انك تتجه للميجرز، الميجرز دي هنشرحها يعني كمان شويه، يعني اخر حاجه اهي خلاص كده احنا عملنا كل حاجه اهي. طب هل كده عايز حاجه تاني؟ قال لك بقى فورماتيك كولومز. فورماتيك كولومز دي اللي هي ايه؟ هتيجي تقف على دي كده، هتيجي تقف على التوتال سيلز دي، بصوا هتلاقي هنا في حاجه اسمها فورماتنج. فورماتنج دي اللي هي طبيعي جدا، توتال سيلز ده اللي هو ايه؟ هيبقى نمبر، او نخليه زي ما هو كده ونعمل هنا شايفين الـ شايفين الاوتو دي، الاوتو دي اللي هي دوت 7 9، فممكن نخليها زيرو مثلا، ندوس انتر عشان يبقى رقم صحيح. وصل كده يا شباب؟ والبروفيت برده نفس النظام، نعمله هنا كده مثلا نخليه برده رقم صحيح زيرو، وندوس انتر. والبروفيت مارجن، البروفيت مارجن دي تبقى ايه؟ برسنتج بالظبط، هنيجي هنا كده ندوس على برسنتج ونخليها بالظبط هي كده المنظر ده. طب عايزين بقى نظهر الكالكوليتد كولومز دي في الفيجوال عندنا، يعني احنا خلاص عملنا شغل حالي قوي في الموضوع ده، عايزين بقى نطلع بقى بيه بقى نطلعه في الارض، يعني نطلعه للحياه بقى. هنعمل ايه؟ انتوا خلاص جربتوا الثلاثه دولت ولا في حد ناقص له حاجه؟ عشان بس الارقام بتاعتنا تبقى صح.
ماشي اصل نظرتك اللي هو انا تايهه انا مش عارف اعمل ايه الحقوني انت تمام كده ماشي. فكده يا جماعه احنا عملنا ايه توتال سيلز توتال بروفيت بروفيت مارجن احنا صح يا باشمهندس قال لنا توتال سيلز البروفيت على الكوست عشان طلع لنا النسبه بتاعتها هل انتوا عدلتوها عشان نطلع الارقام كلها صح خلاص كده احنا عملنا 3 كولومز بعد كده نيجي هنا بقى في الفيجوال انا بقى خلاص بقى وقفوا بقى كده معلش وقف انا بقى انا عايز اجربها انا بعد اذنكم يعني انا عايز بس ايه كده انا بس بعد اذنكم وقفوا بس كده حدش يفهم كله يرفع ايده لفوق كده انا بس عايز بس ان احنا نجرب الحاجات دي بقى على الفيجوال خلاص يعني احنا عملنا دلوقتي 3 حاجات هنيجي بقى نعمل هنا كده هنيجي نجيب كولوم قصدي تيبل تيبل اهو ونكبر التيبل كده على الاخر بالظبط كده واحنا بقى عايزين نحط الحاجه دي هنحطها عن طريق ايه طبعا احنا هنا مفيش هنا حاجه غير الاوردر نمبر سيلز اوردر نمبر ده فهناخده هنا كده عشان هنا مفيش اسامي يعني سيلز اوردر نمبر اوردر نمبر نحطه هنا كده بص اول ما جيت ضفت الاوردر نمبر اهو جابها لي اهي كده بعد كده نحط التوتال سيلز اللي احنا عملناها اهي وبعد كده نحط البروفيت اهي وبعد كده نحط البروفيت مارجن اهي تعالى بقى نكبر الكلام ده كده شويه عشان نكبر الكلام في حاجه اسمها فورمات فيجوال اهي نيجي عند فاليو ونكبر الكلام ده كده شويه قولوا لي ايه المشكله في الجدول ده ايه المشكله في الجدول ده شباب لا برسنتج ماده ايوه صح هو لو تلاحظوا هنا في التيبل ده جاب لي هنا الجمع بتاعها جاب قال لي ايه قال لي ان الاوردر كي ده بصوا كده قال لي ان الاوردر كي اللي هو اسمه اس او كذا 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 بصوا البرسنتج بتاعه قد ايه 1688% فهو جمع لي كل الاوردرز ده كله مع بعضه وحطه لي فهنا لا هنا بقى في اللقطه دي ما نستخدمش الكولومز دي عشان اطلع ارقام عبيطه انتوا فاهمين قصدي يعني مش اي حاجه احنا نعملها نروح مزودينها على على الفيجوال فساعتها نعمل ايه ممكن بقى نستخدمها في اي حاجه ثانيه ممكن نكاليك ميجر واوريكم الميجر ده نستخدمه ازاي خلاص كده يا شباب يعني قصدي مش اي حاجه تعملها تروح مطلعها بصوا المنظر عامل ازاي 1688% هو عمل ايه هو عمل هنا صم بصوا هنا لما نيجي نقف هنا كده هو ده اسمه ايه بروفيت مارجن بصوا بروفيت مارجن هنا عمل صم مكتوب عليها صم اهي بصوا الكنترول فوق اهي صم اهي صم او بروفيت مارجن اهي تمام كده يا شباب فكده ما هو هيعملها ازاي ما دي هو جاب لي توتال ده كله جاب لي بصي مش احنا عملناها رو فجاب لي ان الاس او اخره 4 6 5 ده متكرر كتير فهو راح جامع المتكرر ده كله حطه لي هنا لا طبعا احنا مش عايزين الموضوع ده فانا قصدي ان انتوا بعد كده لما تيجوا تكريتوا كولومز ما تحطوش التوتال يعني اول ما تلاقوا اي حاجه تحطوها لا تشيلوا التوتال ده كده عشان تبقى الارقام دي كده عبيطه كده يبقى الموضوع كده مظبوط فاهمين قصدي ان هو جاب لي التوتال سيلز بتاعته وجاب لي السم بروفيت بتاعه اللي هو بيجيب قد ايه وكده هنا بقى نعملها ازاي بقى عشان تتعمل هنقسم عشان قصدي نطلع البروفيت بتاعه هنقسم ال عشان نطلعها نطلع الكوست برضو اهي نجيب الكوست اهو فين 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 الكوست الكوست اهو اهو الكوست يبقى هنقسم البروفيت بتاعه على الكوست فدي طبعا مش ينفع تعمل هنا في الكولوم هنعملها في الميجرز وصل كده يا شباب ماشي تعالوا بقى نخش على اللي بعديها ما جاتلكش ايه ما عشان انت ما عملتش الفورمات من جوه روح على التيبل فيو تيبل فيو على الشمال على الشمال انزل تحت خالص ايوه 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 شمال. ايوه هو ده ايوه اطلع فوق فوق ايوه اقف بقى على البروفيت مارجن هتلاقي برسنتج اي علامه البرسنتج اي لا 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 انزل تحت شويه اي هتلاقي كده عملت تروح بقى هناك هتلاقي سماعات روح هناك وصل كده بصوا يا شباب بس عشان تبقى انتوا عارفين بس في مشكله حصلت ايه بصوا البروفيت مارجن دي طبعا عشان انا اوريها لكم بس كده تفصيلا هنا عشان بس دي فعلا دي مشكله برضو بتقابل الناس انا اخليها تبقى جنرال بصوا هنا لما انا عملت الفورمات جنرال بصوا اللي حصل هتظبط دلوقتي استنوا يلا يا مساحه بصوا جاب لي هنا ايه رقم هنا بالظبط رقم اللي هو 1.55 وهكذا فانا عشان لو انا حتى نسيتها حتى من التيبل فيو هنيجي نعمل ايه هنيجي نقف على السم اوف برودكت البروفيت مارجن اهي كده اهي نقف على البروفيت مارجن اهي
اهي، وهنيجي عند علامه في اول ما تدوس عليها هيظهر لك الشكل ده كده. دوس على اللي هي البرسنتج دي هتلاقي الشكل ده اتغير. اوكي، انتوا بتختاروا حتى الفورمات، مش لازم تكتبوا الفيو، ممكن من بره. وصل كده يا شباب؟ وصل كده الموضوع ده؟ خلصتوا كده الموضوع معايا؟ تعالوا بقى نخش على الكالكوليتد تيبلز، انترودكشن تو كالكوليتد تيبلز. احنا كده عملنا كالكوليتد كولوم، خلاص كده كالكوليتد كولومز. كالكوليتد كولومز دي بتشتغل بايه؟ رو كونتكست ولا فلتر كونتكست؟ رو كونتكست، اللي هي بتستخدم رو حروف كل الحسبه اسمها رو كونتكست. تمام، كالكوليتد تيبلز بيقول لك بقى ايه؟ كرييت تيبلز امبورتنج داتا انتو يور موديل باي اكسترنال داتا سورس، بات كالكوليتد تيبلز ليت يو اد ا نيو تيبل بيسد اون داتا يو هاف اوريدي لودد. بصوا يا شباب، انت دلوقتي عندك تيبل معين من التيبلز، مثلا نفترض مثلا تيبل من السيلز، تيبل سيلز مثلا، فانت بتبقى انت عايز تقول له مثلا ايه، انا عايز المبيعات اللي فوق ال 100000 جنيه تعملها في تيبل لوحده، فاهمين قصدي ايه؟ بحيث انتوا تبصوا على التيبل ده لوحده يبقى متكريت لوحده، فاهمين قصدي؟ طبعا في اكتر من حاجه اهي، تعالوا نبص بقى على اللي بعديها. كلوننج تيبل، في حاجه اسمها كلوننج تيبل. كلوننج ده اللي هو ايه؟ نفس التيبل هو كلونر اللي هو بتعمل دوبليكيت من الاخر من الشيت ده، من التيبل ده. في حاجه اسمها كلوننج تيبلز، ده انت بتبقى انت اي حاجه تتعدل في التيبل ده تسمع في التيبل ده. تمام، ادفنتشر وورك دي هنشتغل عليها ان شاء الله دلوقتي. ده دي المعادله دي يا جماعه. بصوا شباب، كلوننج تيبلز دي بتشتغل بالمعادله دي اسمها اول اسمها معادله اسمها اول. الاول تحط الاوريجينال تيبل بتاعك هيطلع لك الاوريجينال سيلز. الاول دي بتاخد كل اللي في التيبل ده تعمله في تيبل جديد. وصلت كاستمر؟ ايه فايدتها؟ هجيبها لك دلوقتي. الفايده مثلا لو انا عايز مثلا اشوف مبيعات فرع معين، مبيعات شانل معينه، انا عايز اعملها تيبل لوحدي. يعني مثلا في بيع كتير، فانا مثلا التيبل ده فيه البيع كتير، انا عايز، لا انا عايز تيبل مثلا ايوه ممكن هو على فكره ممكن يبقى هو او في ناس تعمل حاجه اسمها كلوننج تيبلز، او ممكن اخد مثلا جزء منه احطه مثلا في تيبل لوحده. يعني مثلا تيبل مثلا في محافظات كلها، محافظه القاهره مثلا او محافظه بورسعيد مثلا، صح كده ولا ايه؟ محافظه بورسعيد وكاتيجوري بور فؤاد، فاهم حاجات زي كده يعني، فاهمين قصدي؟ فاهم كده؟ تعالوا مثلا بصوا الكاستمر والسيلز كومباين داتا فروم ديفرنت داتا سورسز نورمالايز ودي نورمالايز. بصوا يا شباب معلش، في حاجه اسمها سكيماز، انا يعني مش هشرحها هنا بس انا بس عايزكم بس يعني تدوروا عليها، اسمها سكيما دي انتوا هتقابلوها برضو في الاس كيو ال، اسمها سكيما. في حاجه اسمها فلات سكيما، ستار سكيما، سنوفليك سكيما، يعني اتمنى انتوا تذاكروها شويه. نعم، سكيما اس سي اتش سكي اي ام اي اس سي اتش اي ام اي. نعم تروما بجد والله. السكيما دي يا جماعه اللي هي ستراكشر دي، بصوا هي من الاخر يعني بالظبط، هي بالظبط بس برايمري كيو فورين كيو والحاجات دي فعلا بالظبط داتابيس بالظبط. السكيما دي يا شباب انا بس عايز اوصل لكم حاجه، السكيما دي اللي بتبقى الاستراكشر. يعني نفترض مثلا ان مديرك مثلا جه قال لك، بقول لك ايه يحيى، احنا هنمسك مثلا، انت هتمسك لنا مثلا داتا بتاعت عملاء وعايزك انت تظبطها لي على الباور بي اي، ما ينفعش تبقى كلها في شيت واحد، فاهم قصدي؟ لان الداتا لو كترت الشيت هيهنج وهيبقى شكلك صعب. فانت بتعمل ايه زي ما انا وريتكم دلوقتي، اللي هو ايه، بتفلتر الداتا اللي تحط لها العميل، تحط له مثلا كود زي مثلا كود واحد، واحد ده تربطه مثلا بالعميل اسمه محمد رضوان كذا 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 ورقم تليفونه ورقم موبايله، بس ما تحطوش نفس الشيء وتعمل له ريليشن ما بينهم. بصوا من الاخر، سكيما افتكروا بس الكلمه دي عشان تبقوا تذاكروها، اسمها فلات سكيما، ستار سكيما، سنوفليك سكيما، خلاص كده. بس بنسبه كبيره برضو شغلكم كله او الشغل اللي انتوا تشتغلوه كله بيبقى على ستار سكيما. ستار سكيما اوكي. باي كرييتنج كالكوليتد تيبل فور بروفيتابيلتي اناليسيس يو كان درو انسايتس انتو يور جروث. اللي انت مثلا في السيلز بتاعك ممكن تعمل بروفيتابيلتي اناليسيس، انت تاخد من السيلز اللي انت عنده ده اللي هو الشيت الكامل او التيبل الكامل، ممكن تاخد جزء منه اللي هو البروفيت زي ما احنا لسه عاملين، تشوف مثلا البروفيت مثلا بتاعت كل محافظه عامله ازاي وبتجيب قد ايه.
ده برضو استخداماته برضو هتكون قليله. وكاستمر سيجمنتيشن اللي هو مثلا ايه، ممكن يبقى عندك اكتر من كاستمر، كاستمر كوربريت، كاستمر انديفيدوال، وهكذا. ممكن تعمل كذا جدول للبيع بتاعكم، ودي انت تستخدموه انت اكتر حاجه، انتوا تعملوا اكتر من جدول لاكتر من كاستمر، مثلا رزق الله، اورنج، ما اعرفش ايه، يبقى بس عندكم برضو التيبل الكبير بتاعكم، وانت برضو بتبص على التيبل اللي هو ايه السيجمنتيشن بتاعك. وفي بروفيتابيلتي اناليسيس وتايم انتليجنس اللي انت ممكن بصوا يا شباب، ان شاء الله في الكورس ده في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ان انت تكريت حاجه اسمها كالندر تيبل. كالندر تيبل ده مهم جدا، كالندر تيبل ده وهنكريته ان شاء الله مع بعض، بس مش المحاضره دي، المحاضره الجايه ان شاء الله، اسمه كالندر تيبل. وطبعا بادجيتنج اند فوركاستنج. يلا نكمل ادين كالكوليتد تيبل يا باشمهندس، يلا بينا. عايزكم كل يرفع ايده فوق، انا هشتغل وبعد كده تشتغلوا ورايا لان الموضوع بيعطل قوي. خلاص بصوا يا شباب، احنا بيقول لك ايه، لا مش للدرجه دي تقفلي يعني، مش لدرجه تقفلي يعني. بصوا يا شباب، السيناريو بيقول لك ايه، your company needs your help to analyze its sales data to generate insights to into however you must analyze your company. The company provides you an excel workbook called adventures workbook data. You must load it to Power BI to complete assign task. Be sure. ماشي تمام. تعال بقى ننزل بقى في السيناريو steps. Connect to the Adventures Works database. هنعمل هنا نقفل ده بس الاول كده. نقفل ده كده don't save. والله ما بسيف. والله ما بسيف. لا على فكرة ما بسيفش فعلا. انا حتى لما باجي اعمل حاجة بعمل لها send ما بسيفش حتى عندي ربعيت على الطلاع. في بقى عندي بقى ناس بقى لما ببعت لهم اكتر من ميل. ميل 1 تحسين 1 تحسين 2 تحسين 3. لو مثلا في تعديل فاهم انت؟ تمام هنعمل كده، نعمل هنعمل لود على الباور بي اي. اولا بس قبل ما نعمل اللود على الباور بي اي، احنا بس عايزين نروح نجيب الداتا دي نشوفها الاول. بص في كالكوليتد تيبلز دي في حاجه اسمها ادفنتشر وركس دي داتا اهي. هنشوف بس الاول هي موجوده ايه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بصوا يا شباب في حاجات كده عشان بس نشوفوها. في هنا شايفين الشكل الاخضر ده كده، الشكل الاخضر ده كده اللي هو التيبل الاخضر ده، ده اسمه تيبل. ده لما انت هتيجي تعمل امبورت للداتا بتاعتك هيطلع لك حاجتين، هيطلع لك الشيت النيم بتاعه اسمه سيلز، والتيبل ده اسمه ايه، والتيبل ده اسمه تيبل سيلز. فانت هيطلع لك اسمين، انتوا فاهمين لما تيجوا تعملوا امبورت داتا يا جماعه، يبقى ده مش الشكل ده معمول في تيبل، مش معمول في شيت عادي كده مكتوب عادي بس محطوط في قلب تيبل. هتلاقوا لما انتوا تيجوا تعملوا الامبورت للداتا هتلاقوا في تيبل سيلز وسيلز، فاهمين قصدي ايه؟ فانتوا تعملوا امبورت للتيبل عشان التيبل ده اي حاجه بتضاف فيه بتشتغل تحتيه، فاهمين قصدي ايه؟ يعني الداتا دي ديت ده مثلا، الديت ده اسمه تيبل 6. بصوا كده على الحته دي، الديت ده اسمه تيبل 6، فاهمين قصدي ايه؟ فانتوا ساعات لما تيجوا تسحبوا الداتا هوريها لكم دلوقتي، هتلاقوا في شيت اسمه ديت وهتلاقوا في تيبل اسمه تيبل 6، فاهمين قصدي؟ فانتوا بقى تشوفوها يعني حسب بقى انتوا هتسحبوا الشيت ولا هتسحبوا التيبل، بس بنسبه كبيره بيبقى التيبل، فاهمين قصدي؟ نعم؟ لا هيقبض طبعا، هيقبض طبعا. ما هو لا في ناس بقى بتبقى عامله لا مفيش فرق. بس في فرق هقولها لك بقى في المره الجايه اللي هو ايه؟ بيبقى في اكتر من تيبل هنا. فساعتها انت لازم تاخد التيبلز احسن، لان هيبقى في تيبل هنا وتيبل هنا. خلاص كده سيلز بيرسون وهكذا. كده خلاص كده يا جماعه، دي اكتر، دي خمس شيتات بكام تيبل، ممكن بخمس بفايف تيبلز. ونقفل ده كده. دي الداتا بس عشان بس اوري لكم الداتا دي عشان انتوا هتشوفوا دلوقتي يا جماعه، هتشوفوا دلوقتي ستار سكيما محترمه هتشوفوها دلوقتي. وانتوا اول ما نيجي نعمل لود للتيبل ده هيبقى ده الديت، ده السيلز، ده البرودكت، ده الريجن، ده السيلز بيرسون. بص لو تلاحظ كله مفيش اسمه فلات سكيما، مش كلهم في شيت واحد، فاهمين قصدي؟ هنقفل ده كده ونيجي نعمل باور بي اي، وهنعمل امبورت من ايه؟ اكسل ورك بوك، وهنيجي عند كالكوليتد تيبلز، كالكوليتد تيبلز، وهنيجي عند ادفنشر وركس. بصوا يا شباب زي ما قلت لكم بالظبط، او بصوا ده الشكل اهو، تيبل ريجن، تيبل 6، وجالنا الشيتات. فاحنا نخلينا ايه، خلينا في التيبلز ونعمل لود على طول. تمام. لا 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 احنا خدنا ممكن انا فكره بقى باخد التيبلز احسن.
لان ممكن يبقى في شيت اكتر من كذا تيبل، فساعتها انت هتضطري تاخدي التيبل اللي تحت. الشيت ده تقيل باين عليه، شايفين عامل ازاي؟ ده خد وقت. بص 1 ميجا 2 ميجا ده الموضوع كبير قوي. بس كده. بصوا يا شباب، بصوا بقى عشان اوريكم بقى شكل الستار سكيما عشان تبقى انتوا عارفين الفرق ما بين الفلات والستار والسنوفليك. ده الشكل اللي نزل اهو. بعد كده نيجي عند دي موديل ريفيو. بس اوريكم، بس احنا مش قصدي اوريكم حاجه. بصوا لو دوسنا على كلمه كنترول، على كنترول وعملنا سكرول داون دي كده هيقل بتاع ده شويه. بصوا اهو، بصوا الشكل بقى عامل ازاي. هو طبعا عمل اوتو ديتكشن اهو. بصوا هنا بقى في تيبل 6 اهي. تيبل 6 اهي دي فيها ايه؟ بص كده يا باشمهندس، زي ما انا قلت لك فيها ديب، وهنا فيها ايه؟ اوردر ديت. شفت فرق بسيط ما عرفش يربطهم ببعض. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح ساحبين الديت ده كده لهنا اهي. بيقول لي الحاجه دي 1 تو ميني، هقول اوكي سيف. فكده ايه؟ بصوا ستار سكيما محترمه جدا. دي ايه بقى؟ بالظبط دي الفاكت تيبل. الفاكت تيبل ده يا جماعه اللي اسمه السيز، ده اللي بيحصل فيه كل العمليات الحسابيه كل حاجه. اما الدايمنشن تيبل اللي هو ديم، اسمه ديم، دي بتبقى الخواص بقى بتاعه الشيتات، اللي هو مثلا ايه العميل ده رقم تليفونه ايه، ايه البرودكت مثلا، الديت، وفي هنا مثلا يقول لك الامبلوي اي دي وهكذا. بصوا من الاخر دي ستار سكيما محترمه تمام. دي اغلبيه الشغل كله بيبقى في، يعني اغلبيه شغلكم كله او الشغل اللي انتوا هتشتغلوه هيبقى اغلبيته ستار سكيما. اوكي يا شباب. بعد كده قال لنا بقى ايه هنا كده؟ احنا عملنا كده كونكت تو ادفنشر وركس. قال لك بقى ايه؟ ريموف اول دوبليكيت فاليو اند دي. احنا كده احنا عملنا اللود على طول. هنيجي نعمل ايه؟ ايوه ترانسفورم اهي. لا انا عملتها، لا لازم نعملها معاك يا استاذ محمد. فين؟ احنا مصدقين. هنيجي عند التيبل سيلز ده، وهنيجي عند سيلز اوردر ده، وندوس كليك يمين وندوس حاجه اسمها ريموف دوبليكيت تمام. والخطوه هي اتسكلت، ونعمل ايه؟ كلوز اند ابلاي. دي اللي هو الريموف دوبليكيت اللي انا شلته. ما هو لو الاي دي ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه تيبل، اسمه برودكت كي ده متكرر هيتشال. طبعا هيشيل طبعا كل اللي معايا. واحنا عملنا كلوز اند ابلاي. كلوز اند ابلاي. اصبر يا ولد يا ولدي يا ولد. بص اهو بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ كرييت ا كالكوليتد تيبل. ان احنا بقى نعمل ايه؟ شباب معلش، طب نكمل بس يا كريم. كريم هسيبك والله، والله هسيبك. خلينا بس كرييت كالكوليتد تيبل دي وكرييت كالكوليتد كولومز دي، خلينا الاول في كرييت كلون تيبل. كلون تيبل اوكي. انا كريت كلون تيبل، شايفين التيبل سيلز ده؟ تعالى نصغر دي كده شويه. انا عايز اكريت تيبل السيلز ده، اكريت واحد زيه، واحد زيه بالظبط، بحيث ان حصل حاجه هنا يسمع في التيبل ده تمام. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي هنا في كلمه كالكوليشنز، ما حدش يكتب حاجه، ما حدش يضرب نار. هندوس نيو تيبل. في معادله مشهوره جدا، احنا هنكتب اول حاجه اسمها ايه ده؟ هنكتب هنا اسمه سيلز كلوند تمام. وبعد كده نكتب ايه؟ اول، معادله اول. وبعد كده نقول لي بص اول بيقول لي ايه؟ التيبل نيم. يعني تيبل نيم؟ اقول له انا عايز التيبل نيم اللي اسمه هو اسمه ايه؟ تيبل سيلز. سيلز اهو اسمه تيبل سيلز اهو. ندوس نقفل كده الكود وندوس انتر. بس كده بقى عندنا واحد تاني اهو. لو تحبوا تجربوا يلا. لو مش عايز تجرب ما جربش. طب انت اتقفلت ليه يا باشمهندس؟ لو عايزين تجربوا جربوا. بصوا يا جماعه احنا عملنا امبورت على ادفنشر وركس، معلش احنا عملنا امبورت على ادفنشر وورك، بعد كده عملنا ريموف للاول دوبليكيت من على ترانسفورميشن، وبعد كده رحنا عاملين كلوند تيبل اللي هو اسمه اول من السيلز. ولا يا استاذ عجل كلون اول، اول نكتب كلون سيلز او سيلز كلون، بعد كده اول، بعد كده نجيب التيبل الثاني. طبعا يا باشمهندس على فكره صح والله العظيم، ضغطوني برضه ما فيش حد بيسال. خلاص كده يا جماعه استاذ انا قلت بس الريموف، الريموف دوبليكيت بتتعمل ازاي؟ ريموف دوبليكيت هتيجي هنا كده، هتيجي تدوس على هنا كده في حاجه اسمها ريمو ترانسفورم داتا اهي، تدوس عليها
لا مش كل ده، مش كل ده، مش كل ده. هتيجي عند تيبل سيلز اهو، وتروح واقف على العمود ده، وتروح دايس عليه كليك يمين، تقول له ريموف دوبليكيت، ريموف دوبليكيت. اوكي الو تمام شكرا. وبعد كده تدوس كلوز اند ابلاي. اوكي شكرا. كروت ترانسفورم داتا كده، اعمل ترانسفورم داتا. الله ينور. اه اعمل ترانسفورم داتا كده صح، اسرع تقريبا. التيبل كله شكل التيبل شكل الازرق ده كله. اه شكل ازرق يعني شكل ازرق اهو. 1 2 3 4 5 6 لا 6 لا بص الفرق ما بين ده وده. لا شيل شيل الداتا، شيل الداتا، شيل الداتا. هات بقى 6 بقى فوقين. اعمل عليه، اعمل عليه علامه صح. بس كده شفت الفرق ما بينهم. ده اسمه تيبل، ده شيت. لا هو بناء على العمود ده. يعني لو العمود الاوردر كي ده في مثلا 001 001 001 هيشيل واحد منهم بالداتا كلها اللي معاه. شفت الريموف دوبليكيتس يا باشمهندس اللي في الاكسل؟ لما تيجي تدوس الريموف دوبليكيتس هو بيشوف مثلا اسمك عبده مثلا، لا عبده تاني يروح شايله. فاهم قصدي؟ منين بقى دوبليكيت؟ كويس؟ معلش احنا شلنا الكرر. هندوس هنا ترانسفورم داتا، ترانسفورم داتا، هندوس على تيبل سيلز، وهنيجي عند سيلز اوردر نمبر. ده سيلز اوردر نمبر ده اللي هو الرقم اليونيك كي بتاعه. هندوس كليك يمين عليه وندوس ريموف دوبليكيت. ريموف دوبليكيت ده من الاخر لو الكود اول واحد موجود لو في واحد تاني شبهه هيروح شايله. اوكي؟ ايه؟ ده كلوند، حاجه اسمها هوريك الكلوند ده. هو كلوند ده يا جماعه، الكلوند سيلز ده بيبقى عباره عن ان انت بتاخد من الشيت الاولاني حاجه منه. انا بس وريتك ان في معادله اسمها اول. انت فاهم قصدي؟ بس انت بيبقى بنسبه كبيره في معادله اسمها اد كولوند او فلتر. فلتر انت بتاخد مثلا منه انا عايز مبيعات المحافظات، حطها لي في تيبل لوحده. ايه؟ عملت معادله تقول؟ لا مش عايز توصله وصله، بس انا مش محتاج منه. انا خليه كده بس على جنب كده مركون كده اهو. ايه؟ حتى بص لو تلاحظ التيبل كله معمول بلغه داكس. طب اللغه دي يا جماعه معلش، السيلز كولوم دي معموله فلتر كونتكست ولا رو كونتكست؟ اللغه بتاع المعادله دي فلتر كونتكست ولا رو كونتكست؟ ها 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 انت بتجربي ولا ايه؟ كده وبعد كده في الاخر دي هي فلتر كونتكست، لان هو بيفلتر على الحاجه وبعد كده بياخدها. اه بالظبط، هدي بالظبط كده بالظبط. بس انا بس بعرفك ان في معادلات انت بتخليها فلتر كونتكست او رو كونتكست. ما بالظبط، في معادله اسمها فلتر بتاخد من الجدول مثلا، تقول انا عايز من الجدول ده مثلا الكاتيجوري المعين ده او البرودكت ده ولا ايه؟ ممكن اخد جدول اعمل جدول لوحده. دي اسمها اد كولومز. اد كولومز اوريها لك دلوقتي، اوريها لكم. تمام كده يا شباب؟ انتوا معايا ولا ايه؟ مش مهندسين؟ مصطفى كويس؟ ازيك يا صاحبي؟ وانتوا بعاد عن بعض قوي. عارفين اللي بعدكم كده. طب خلاص كده، خلاص كده لا ولا ايه؟ ماشي. تبقى انهي تبقى؟ الاول دي الاول الجديد الكولوم الكولون الكلون اه الكلون اهو. ممكن نعمل واحد تاني خلاص اهو، ممكن نعمل هنا واحد كمان اهو. نعمل هنا نيجي هنا كده اهو، تيجي تضيف في الداتا، في الداتا موديل. لما تدوس على داتا موديل هيظهر لك الشكل ده، تعمل نيو تيبل، نيو تيبل، وتعمل مثلا سيلز كلوند 2 يعني تعمل واحد تاني اهو. نعمل هنا مكان التيبل ده اهو، تعالى نعملها كده اهو. نعمل لا انا بس بوريها اهو، سيل مثلا نعمل سيلز كلوند 2 يعني ده واحد تاني غير الاولاني اهو. نعمل هنا كده اول ونقول له من السيلز، يقول لي يعني سيلز، اقول له تيبل سيلز. بص جاب لك من السيلز، بص حتى جاب لك من السيلز كلوند، او ما تجيب كلمه سيلز جاب لك كل السيلز كلوند. لا انا بقول له انا عايز تيبل سيلز الاوريجينال خالص اهو. دوس كده، دوس ايه في الكوس، دوس انتر، اتعمل جدول تاني اسمه تيبل سيلز كلون تاني، واحد تاني.
وصل كده. طب نكمل مساء الخير بعدين بقى. نعم لا 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 انا بس كنت بوري حاجه. طب لا 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 ولا. بص معلش معلش نكمل بس نكمل معلش نكمل. هنعمل بس لو احنا عايزين نمسح اي شيت منهم او اي قصدي تيبل منه هندوس على ديليت موديل ديليت فروم موديل يس كده احنا مسحنا حاجه تمام كده. وبعد كده نرجع بقى للبرزنتيشن بيقول لك ايه كرييت. احنا كده عملنا كلون تيبل بيقول لك ايه بقى كرييت ا كالكوليتد تيبل كرييت ا كالكوليتد تيبل تيبل. بصوا يا شباب في معادله عشان بس ما انتوا عارفينها. في حاجه اسمها كالكوليتد تيبل اللي هو ايه نعمل هنا كده لا نيو ميجري معلش معلش انا امسح معلش نرجع كده كرييت ا كالكوليتد تيبل كرييت ا كالكوليتد كولومز. بصوا يا شباب احنا دلوقتي هنعمل ايه هنعمل دلوقتي في الكالكوليتد كولومز دي الاول هنعمل هنا كده كولومز 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 نيجي في الديت 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 ده اني واحد الديت ده اللي اسمه تيبل 6 هنيجي هنا تيبل 6 اهو شايفين دي يا جماعه احنا هنيجي في تيبل اسمه تيبل 6 ده اللي هو اسمه الديت ده لو تلاحظوا في الجان في المانث نمبر. طب انا عايز دلوقتي اجيب الكوارتر هنعمل ايه عشان نعمل كالكوليتد كولوم تاني نجيب كولوم تاني هندوس عليه نيو كولوم تمام. معلش سيبوني انا كده بس اكمل وبعد كده تشتغلوا بعدين اهو الكولوم ده نعمله اسمه كوارتر اسمه كيو تي ار كيو تي ار الكيو تي ار ده بيعمل ايه نعمل بقى معادله اسمها كوارتر في معادله اسمها كوارتر كوار او في سينتاكس اسمه كوارتر اهو كوارتر اهو. بص بيقول لك ايه ان الكوارتر ده بيشتغل على ديت بس مفيش اي حاجه تاني كوارتر اسمه ديت فانت بتدي له الديت اللي هو ايه اسمه ديت الكولوم اسمه ديت. طب التيبل اسمه ايه اسمه تيبل 6 اللي لو تفكروا اسمه تيبل 6 هنيجي نعمل هنا كده هنقول له ديت ديت في التيبل 6 بصوا اخر واحده خالص اهي تيبل 6 جواه ديت هندوس عليها كده ونقفل القوس وندوس انتر ان الكوارتر اسمه 1 جانيوري 1 وهكذا اهو وهكذا شهر 4 في كوارتر 2 وهكذا تمام تمام. طب انا بس عايز اوريكم طب ليه هنا في هنا مانث نمبر مانث نمبر ليه بصوا كده لو جينا عملنا هنا كده فين فين تيبل اهو بس عايز اوريكم بس الحته دي عشان تبقوا انتوا فاهمين الحته دي لو جينا خدنا هنا المانث دي كده بصوا اول حاجه جالي هنا خدتوا بالكم ابريل ليه حرف الايه اللي هو الفابيتيكلي فانا عايز اجيبها باليناير فبراير فيناير دي بتبقى تحت خالص فنعمل ايه لازم نعمله مانث نمبر وانسورت على النمبر فاهمين الحته دي يا جماعه ولا لا ايوه 1 2 3 ما يبقاش الفابيتيكال فنعمل ايه هنا ثواني كده اهو هنسورت سورت كولوم باي مانث نمبر هنيجي هنا تبقى جان فيب مارش الموضوع ده على فكره موضوع عبيط على فكره مش بهزر في ناس ما بتعرفش تسورت الموضوع ده فانت لازم عشان تسورت الموضوع ده لازم تخلي تقلب التاريخ لرقمه وصل كده يا شباب ايه انت تدوس على دوس على دي دوس على دي دوس على على المنطقه هتلاقي ظهرت لك فوق حاجه اسمها كولوم سورت باي كولوم وصل كده يا شباب يعني انا قصدي ايه ان الشكل ده بيبقى لو حد عملها في ناس بتعطل في الموضوع ده وتلاقي وقفت طب انا عايز اسورت 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 فانت عشان تسورت الموضوع ده احسن تحول الكولوم لنمبر ولا يا باشمهندس تمام كده وكده جبنا الكوارتر. طب احنا دلوقتي عايزين نجيب بدل جانيوري تبقى جان اوج سب ها نعمل ايه يا باشمهندس اوكي في معادله اسمها ليفت فاكرين ليفت في الاكسل في معادله اسمها ليفت في هنا برضو هندوس هنا نيو كولوم احنا بنعمل كالكوليتد كولوم هندوس هنا كولوم وهندوس هنا كده اسمها مانث شورت كات او شورت اهي كده ونكتب هنا ايه ليفت ونقول له احنا ايه الليفت دي بتاعنا الليفت التكست بتاعنا اللي هو اسمه مانث التيبل 6 مانث اهو اول حاجه بيبقى التيبل وبعد كده الكولوم بتاعها
وبعد كده بقول لكم ايه، طب انا هخليها كده ونخلي كنترول ونكبر دي كده شويه ثانيه كده اهي. طبعا جات لي ايرور، طبعا هيجي لي ايرور اهي، بس كده نمسح دي كده. في معادله اسمها ليفت اهي، هنقول له التكست بتاعك هيبقى ايه، هنقول له على المانث دي كده اللي هي المانث دي مانث تيبل 6 مانث اهي، وبعد كده كوما يقول لي انت عايز انهي حروف، اقول له ثلاثه، اول ثلاثه من على الشمال من على الليفت. وصل كده يا شباب؟ وصل كده يا شباب انتوا الثلاثه؟ وصل كده الدنيا كويسه صح؟ ماشي اوكي كده تمام كده. فكده احنا عملنا كالكوليتد تيبل كالكوليتد مانث. عايزين بقى نعمل حاجه اسمها سمرايز. سمرايز يعني انتوا كده صح خلصتوا دي، عملتوا دي ولا لا؟ انت ممكن تعملوها لو حد عايز يعملها يعملها. بصوا يا شباب احنا عايزين نعمل كالكوليتد كولوم على تيبل 6 او اللي هو اسمه الديت. هنيجي حد لو عنده ديت او تيبل 6 تمام، هنيجي هنا هنيجي في 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 تيبل فيو، وهنعمل هنا نيو كولوم، وهنعمل حاجه اسمها كوارتر، وهنختار الكوارتر بالديت اللي هو الديت ده. ماشي. بعد كده في حاجه اسمها معادله اسمها ليفت هتعملها، في حاجه اسمها مانثلي شورت، بدل ما تخليها جان يبقى جانيوري تبقى جان بس. بس كده بس خلاص كده نكمل. ايه ثلاثة دي؟ ثري كاركتر صح؟ وصل كده يا شباب؟ وصل كده لا ولا ايه؟ لو في حاجه قولي لي. تمام يعني كويس ماشي اوكي. كده خلاص كده يا شباب؟ سيف ايه الاخبار؟ الدنيا كده كويسه معاك؟ ماشي. السورت بص احنا عشان بس تعملها معايا من الاول، هنختار اول حاجه تيبل، بعد كده هنحط في التيبل ده اللي هو المانس العادي ده. فعمل لي تعالى بس نكبر الكلام ده كده شويه. فاليو كده ايه ده؟ عشان انا كنت عاملها من السورت من الاول. لو انا عايز اعملها بقى سورت هندوس على مانث دي كده، دوس على على الكولوم بتاع مانث اللي هو ده اللي هو هنا، دوس عليه هتلاقي في حاجه اسمها هنا كده سورتد سورت باي. انت كنت الاول كانت معموله مانث اهي اللي هي معموله ان هي بالابريل اهي، فانت هتيجي هنا تعمل سورت بالمانث نمبر، سورت مانث نمبر. لو في حاجه قول لي، مش بهزر، لو في حاجه قول لي. هو مفيش حاجه كويس ده كويس. تيبل روز مش باين. ايوه ايوه دوسي على كلمه دوسي دوسي على ده. دوسي على العمود على العمود ده. دوسي كده عليه هتلاقي ظهر لك الموضوع ده. اوكي؟ وصل كده يا شباب؟ وصل كده يا سيف؟ الدنيا تمام كده؟ ماشي. معايا صح؟ اوكي يلا نكمل. نكمل ماشي نكمل. بصوا بقى المعادله اللي جايه دي، بصوا يا جماعه الحاجه اللي جايه دي كومبليكيتد شويه، ان احنا نعمل حاجه اسمها كالكوليتد تيبل وان احنا نعمل سمرايز فيه. اوكي بصوا يا شباب احنا هنيجي هنا كده، احنا طبعا احنا عملنا كلون ده اهو، تعالى احنا عملنا الكلون ده اللي هو تيلز كلون ده احنا عملناه تمام. هنا بيقول لك بقى ايه، انا عايز كرييت انيوال سيلز سمري. بص يا باشمهندس احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ نعمل له زي سمري للانيوال بتاعنا خلاص؟ في حاجتين. تعال الاول نجرب نعمل هنا نيو كولومز. احنا واقفين دلوقتي، احنا دلوقتي واقفين في الموديل فيو. واقفين دلوقتي في الموديل فيو. سيبوني بس كده اجرب عشان الموضوع ده فيه كتابه معادلات كتير، اوكي؟ هنيجي نعمل هنا نيو تيبل. نيو تيبل. ندوس كولوم؟ ماشي هندوس. نيو تيبل. تيبل اهو. اهو تيبل اوكي. وليكن انا عايز اعرف مبيعات. بصوا كده هنا في التيبل ده هنا، معلش عايز بس اوريكم حاجه هنا في السيلز. سيلز نصغر دي كده ونصغر كل دولت، نصغر كل دولت. بصوا لا معلش اخر حاجه بس كده، شايفين السيلز كلوند ايه اللي حصل عليها؟ عليها علامه مختلفه غير العلامات دي، عليها تيبل وعليها علامه كالكوليت او عليها علامه كالكوليتور. فهنا دي اللي احنا عاملينه، ده التيبل اللي احنا عاملينه عشان بس تبقى انتوا عارفين الفرق ما بين التيبل اللي انتوا عاملينه ولا لا تمام. بعد كده هنيجي بقى هنا كده في التيبل سيلز، تعالى بقى نصغر دي كده شويه. التيبل سيلز، التيبل سيلز ده فيه اكتر من بيع، وفي هنا في البرودكت، في هنا برودكت
البرودكت ده فين بقى؟ ما دي المشكله بقى، ان احنا جبنا التيبلز او التيبل 2. معلش انا عايز بس اجيب بس التيبل 2 ده فين. لحظه. تمام. بريك. اللقطه دي، اللقطه دي بقى عباره عن ايه؟ بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان هو عايز يعمل كرييت انيوالي سمري تيبل. انيوالي سمري تيبل يبقى ييرلي سيلز. هنعمل تيبل الاول ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في الموضوع الكبير ده. نيو تيبل. انت ممكن صح يا جماعه تعملوا نيو تيبل في اكتر من في الثلاث شيء، في الثري فيوز بتاعتنا، يا اما في ريبورت فيو، او يعني ممكن يعني انا بكاري التيبل هنا. لو تلاحظوا انا بكاري التيبل في الموديل فيو، ممكن اكاري التيبل في التيبل فيو هنا. يعني اعمل هنا نيو تيبل. الثلاثه بتؤدي لنفس الغرض عشان بس تبقى انتوا عارفين. وهنا برده في الريبورت فيو ادوس هنا برده نيو 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 هنا كده. هنا مفيش، لا هنا مفيش، لا هنا هتلاقيها في موديلنج بالفيو اوبتمايز. لا هنا مفيش، شالوها وحطوا نيو فيجوال كالكوليشن. الفكره دي لسه جديده حالا، يعني دي النيو فيجوال كالكوليشن دي لسه ظاهره من حوالي اسبوعين ثلاثه، يعني الموضوع لسه نازله حالا. هنيجي هنا في موديل فيو، هنيجي هنا كده نلاقي في حاجه اسمها نيو تيبل. نيو تيبل، بصوا بقى احنا مش محتاجين بقى تكتبوا حاجه عشان الموضوع هيبقى فيه اكتر من معادله، اكتر من معادله، من معادله جوه معادله، فاهمين؟ ف لحظه بقى كده عشان الموضوع ادفانسد شويه. اما هوريكم وهسيب لكم المعادله، هسيب لكم كل حاجه. بص عشان بس نكتب المعادله صح، هنا شايفين التيبل دي، التيبل دي كلام فيها صغير، ندوس كنترول وندوس على علامه الايكوال، كلام كده يكبر معايا. اوكي ايكوال ايكوال، كنترول وتدوس كنترول وتدوس على ايكوال كتير، هتلاقيها عملت زوم معايا هنا كده. اسمه ايه كده احسن صح؟ ييرلي تظن هو فين؟ مش ظاهر يعني. انتوا عندكم هنا حاجه اسمها جروب كالكوليشن؟ مش عارف، بس هي دي لسه جديده يعني، لسه عارف انت اللي هو ايه، لسه طازه فمش هتتشرح عموما يعني. هي المفروض تتابدت يعني. بصوا هتلاقوا في ناس هنا عندها في الباور، في الباور بي اي جنب كلمه داتا دي هتلاقي في زي علامه بلس كده بتدوس عليها يعمل دي، مش عندي مع ان بشوفها في ناس ثانيه، مش عارف انت فاهمه يعني. هنا بتلاقي هنا جنب الحته دي كده في علامه بلس، لو حد عنده باور بي اي قديم كده شويه هتلاقي علامه بلس كده، وتقدر تعمل اد نيو فيجوال من هنا كده. انا مش عندي، عارفها انت الحته دي يا غازي، بس انا بشوفها كتير قوي في ناس يعني، بشوفها مع واحد معايا في الشغل عنده حته الفيجوال الزياده دي. لا احنا كلنا واحد، احنا كلنا هنا واحد. تمام كده. بص هنا يا جماعه تعالوا كده نقول لك اليرلي، يرلي اوف سيلز. بص يا جماعه يرلي اوف سيلز في معادله اسمها، هو بيقول لك احنا عايزين نعمل سمري، ففي معادله اسمها سمرايز. سمرايز دي من المعادلات الادفانسد جدا والمعادلات القويه جدا اللي هتشتغلوا بيها، اسمها سمرايز. هندوس عليها سمرايز اهي، سمرايز اهي. بس حضرتك تكتب حاجه عشان الموضوع هيبقى فيه شويه تفاصيل كده كتير. التيبل انت عايز تجيب من انهي تيبل؟ قول له عايز اجيب التيبل اللي هو تيبل اللي هو بتاع التيبل سيلز. تيبل سيلز ده ما تكتبش، اسمع مني في معادلات كتير وهترجع. انت عايز تجروب بايه؟ جروب كولوم. انت عايز تجروب بايه؟ اقول له انا عايز الجروب بالبرودكت، بالسيلز كي اللي هو اسمه برودكت تيبل 2، في تيبل 2. بعد كده التيبل اللي معايا كده ولا ايه؟ معلش معلش، انت كده عايزين بس نعمل اكتر من حاجه، سمري، وبعد كده خلينا بدي كده نقفل ديكا كوس وندوس انتر. بصوا اللي حصل، في حاجه اسمها هنا ييرلي سيلز. لما نيجي نعمل هنا كده ونيجي نرجع هنا كده هنشوف هنا دي كده يرلي سيلز جاب لي البرودكت بتاعتها بس في جدول تاني. انا عايز بس اعرف اشوف بس كده البرودكت دي في انهي جدول، او لا بالكاتيجوري بال معلش بالكاتيجوري. اوكي كاتيجوري ثواني، الكاتيجوري معلش انا اسف. يبقى احنا نيجي هنا نعمل تاني هنا حاجه هنا تاني، نمسح كل ده كده ونعمل معادله سمرايز. سمرايز، وبعد كده نقول له انهي تيبل، هنقول له تيبل سيلز، بعد كده كوما، يقول لي انت عايز تعملها بانهي حاجه، اقول له بالكاتيجوري. كاتيجوري اول ما اكتب كاتيجوري
هيظهر لي كل حاجه فيها كاتيجوري في كل التيبلز الموجوده. فنقول له في تيبل 2 كاتيجوري وندوس ونقفل الكود كده وندوس انتر. جاب لي هنا اليرلي سيلز بالكاتيجوري. اوكي اهو هنا كده اهو اهو اليرلي سيلز بالكاتيجوري. طب انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل. هنروح هنا كده في التيبل فيو يرلي سيلز كاتيجوري. بصوا جاب لي اربعه، هم اربعه كاتيجوري بس في السيلز بتاع تيبل 2. ليه؟ لان الكاتيجوري بصوا كده في تيبل 2 هنا كده هتلاقوا الكاتيجوري هنا كتير جدا. بصوا اكسسوارز وبايكس وكلودنج وكومبوننتس كتير. هو جاب لي واحده من كلهم يعني عامل لي كده زي يونيك يونيك فاليوز. اوكي ده كده احنا جبنا ايه السمرايز، جبنا ايه الكاتيجوري اللي احنا نشتغل عليه. بعد كده احنا عايزين مثلا نجيب ايه توتال سيلز. توتال سيلز اوكي نجيب توتال سيلز. او فين 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 احنا نعم خد منهم واحده كانه يونيك فاليوز. ما احنا احنا من الاخر هنعمل جروبنج. جروبنج يعني ايه؟ هنجيب البايكس بايك منها قد ايه او البايك كوانتيتي منها قد ايه. فاهم قصدي ولا هنا عمل بيفت تيبل؟ كانه عمل بيفت تيبل. ما هو مش سامبل، هو خد واحده منهم اهو. تيبل 2 اهي الكاتيجوري اهم 1 2 3 4 هم كتير بس خد منهم واحده. فاهم قصدي؟ تو معايا اقول لك يا سمر اقفل التكييف اللي على الشمال. ايوه ده ايوه هو ده عشان بتلج انا حاسس التلاجه ضرب فيا. خلاص كده خلاص كده. طب نكمل نكمل معلش نكمل نكمل. طب انا دلوقتي نيجي بقى مع سياق المعادله نعمل كوما تاني. بيقول لي انت عايز الجروب التاني نعمله بانهي حاجه؟ هنقول انا عايز الجروب التاني اسمه توتال. بصوا كده اسمه توتال كوانتيتي. الاكسبريشن بقى بتاعها انت عايز ايه؟ اقول انا عايز سم الكوانتيتي اللي في التيبل. سم احنا سم معادله سم عاديه ونكتب كده الكوانتيتي اللي هو فيه في التيبل سيلز. بصوا المعادله قد ايه ونقفل القوس ونقفل القوس الثاني كده بقى سمري. نعمل كده هوريكم دلوقتي انا عملت ايه. كده هنا لما نيجي نرجع للتيبل فيو وندوس على اليرلي سيلز دي جاب لي الكومبوننتس البايكس واتباع قد ايه منها كام قطعه. خدت بالكم يا شباب ولا لا؟ هنعيدها تاني هنعيدها تاني واوريكم بتعيد ازاي. بيفت تيبل ايوه بيفت تيبل بس بتعمله في تيبل لوحده. فاهمين قصدي ايه؟ يعني بدل ما انت تشتغل على التيبل كله انت بتعمل تيبل لحاجات معينه. خلاص كده انا هوريكم برده التيبل ده بيتعمل ازاي. اوكي ركزوا كده معايا. طب انا عايز مثلا ازود بقى يعني نقعد نعلي بقى على بعض نعمل ايه؟ فين هنا في التوتال التوتال كاتيجوري دي اروح اعمل هنا كوما واقول له انا عايز اعملها بالديت. الديت انهي؟ اللي هو في التيبل 6 اللي هو في التيبل اوردرز اللي هو التيبل سيلز قصدي اوردر ديت وندوس انتر. بصوا اللي حصل. لا مش ده انا عايز التيبل سيلز اللي يبقى ديت. ثواني كده في ديت في مكان تاني. ديت كان في التيبل 6 او كان في التيبل 6 تقريبا. مشكله اللي احنا عاملين خلصنا على طول. ناو شو بنص ما انا بقول لك اهو ما انا بقول لك التاريخ الاوردرات ما انا هوري لك دلوقتي. تاني كده يا باشمهندس معلش. اه 2000 اوردر توتال السيلز كله. ثواني نحط ديت لايه؟ مش في هنا مش في هنا تيبل 6 ده اهو. لا اهو تيبل 6 اهو لحظه تيبل 6 ده كان كنا احنا عاملين تيبل ديت لوحده. مش انا قلت لك ان احنا هنيجي نعمل ديت في وقت كده هنيجي نعمل ديت يا شباب تيبل اسمه ديت لوحده عشان ده اللي هنعمل عليه السمريز بتاعنا. هو ده التيبل ده اللي احنا عاملينه. بص يا باشمهندس التيبل ده تعالى نعمله كده اسمه تيبل ديت. ديت ثواني انت بتفي بتجمع البيع اللي هو في البايكس كم قطعه منه على حسب كل شهر او على حسب كل سنه. لا 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 قول لي قول لي انا عايز اكمل معاك على فكره. انا عايز اخش معاك في ما هو ايوه انا انت عايز بقى تجمع بقى كام بالسنه صح؟ هو انت خلاص لا لا ماشي اوكي
في الاوردرز. لا لا بصوا يا شباب بقى، الديت بقى اللي احنا هنعمله ده، التيبل الديت اللي احنا عاملينه ده، ده مهم جدا. ده بقى بيفرق في ايه؟ ان في ديتس موجوده في التيبل بتاع الاوردر بيبقى ساعات بتبقى فاضيه، او ساعات بتكون مزد، او ايا كان. فاحنا بنعمل تيبل لوحده بيبقى بشكل احنا عايزينه، بارقام بكوارتر وهكذا لوحده خالص. وبعد كده اقول لك التيبل، على فكره يا باشمهندس الكالندر تيبل ده من اشهر ومن اقوى الحاجات اللي ممكن تعملها في اي موديل عندك. هو انا قفلت التكييفين هو ده، ايوه هو ده بس بالظبط. تمام كده، هنيجي نعمل هنا كده يا باشمهندس. بص احنا هنا كنا عاملين تيبل اسمه ديت، وتيبل 2 ده اللي هو فيه البيع. دي الفكره، بس احنا خدنا التيبلز ما خدناش الشيتس. بصوا يا شباب دلوقتي احنا عايزين نعمل اليرلي سيلز. عايز اجيب، هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي كرييت ستيب كرييت انيوال سمري تيبل. فانا عايز اكرييت سمري، السمري ده عايز اعمله في تيبل لوحده. طب السمري ده انا هعمله عن طريق ايه؟ عن طريق كاتيجوري. انا هجيب مثلا سمري عن طريق كاتيجوري. كاتيجوري ده في انهي شيت؟ في الشيت ده اللي هو تيبل 2 ده اهو، لا بالظبط الكاتيجوري اهو، كاتيجوري اهو اسمه كومبوننتس وبايكس وكلودنج واكسسوارز. انا عايز بقى اشوف الكاتيجوري ده باع منه كام قطعه. طب هل الكام قطعه دي في نفس الكاتيجوري ده، في نفس التيبل ده؟ لا بص يا باشمهندس، الكاتيجوري التيبل ده في تيبل اسمه تيبل سيلز. التيبل سيلز ده فيه كوانتيتي، ما احنا عاملين علاقات. ما هي دي الفكره بقى في العلاقات، ان انت عامل السمريز فانت مربط علاقات ببعض. فانت دلوقتي علشان تجيب بصي اهي، بصي حاضر، بصي شايف الحته دي؟ التيبل 2 ده اهو، تيبل 2 ده فين؟ تيبل 2 اهو، ده رابط في التوتال سيلز ده، ده وده، ففي علاقات ما بينهم. فانا بقول له انا عايز الكاتيجوري اللي من ده بالتوتال سيلز اللي من ده. وصلت شباب ولا ايه؟ ايوه، الريليشن دي اللي انا بعمل السمرايز بيها. ما انا لو شلت السمرايز من دي مش هعمل ريليشن. وصلت كده؟ وصلت كده سيف؟ الدنيا وصلت كده يا باشمهندس ولا كمل؟ اوكي ماشي، تعالى بقى نشوف بقى دي كده اهي. تعالى انت من اول تاني، معلش يا باشمهندس. لا انا عايز اعمل من اول تاني، معلش انا عايز اعمل من اول. سمرايز اهي، بيقول لي انت عايز انهي تيبل سمرايز عليه؟ اقول له انا عايز التيبل اللي هو السيلز كوما. يقول لي انت عايز سمرايز بايه؟ اقول له انا عايز سمرايز بالكاتيجوري. الكاتيجوري دي في انهي حاجه؟ في تيبل 2 اهو كوما. انت عايز بقى في كولوم تاني اهو، في كولوم تاني اهو، ممكن نقول له ايه؟ ممكن نكتب الكولوم احنا، او نكتب احنا كولوم بقى بايدينا احنا، يعني داش اللي هي دبل كوتيشن قصدي، كوانتيتي توتال، كوانتيتي كوما الاكسبريشن بقى. الاكسبريشن دي اللي هي المعادله، انت هتكتب معادله ايه؟ اقول له انا عايز سم الكوانتيتي، التوتال كوانتيتي ده اسم الكولوم. تمام، سم الكوانتيتي اهي سم، وبنكتب بعد كده كوانتيتي اللي هي في التيبل سيلز، ونقفل الكوز ده ونقفل الكوز ده كمان، ندوس انتر. فين اهو؟ هنيجي هنا في اليرلي سيلز اهو جاب لي الكومبوننت بالسيلز بتاعتها. طب الكاتيجوري ده فين؟ الكاتيجوري ده في تيبل اسمه كاتيجوري. طب والسيلز دي فين؟ في تيبل اسمه سيلز. الكوانتيتي دي فين؟ في تيبل اسمه سيلز. يبقى انا جبت حته من الشرق على حته من الغرب. وصلت ولا سلام عليكم؟ طب نكمل الحته اللي جايه دي عشان الموضوع هيفرق معاكم. لو جينا بعد الكاتيجوري دي كده ودوسنا كوما، يقول لك جروب نيم 3، يعني نعمل كولوم ثالث. هنيجي بقى نقول له الكولوم الثالث ده فين يا باشمهندس؟ في هنا اسمه الديت اهو، ديت. يقول لي بقى انت عايز انهي بقى كولوم؟ هي دي بقى الفرق يا باشمهندس. انت عايز بقى انهي تفلتر بايه؟ اقول له انا عايز افلتر مثلا بالسنين. اي وندوس انتر. بص جاب لي هنا، ان البايكس توتال كوانتيتي بتاعتها 398 في سنه 2017. اكمل ولا كده؟ اكمل اوكي خلاص كده. هنا معادله هي دي بقى الفكره، هي دي الفكره في الكالندر تيبل. ممكن يبقى في مكان تاني في الاوردر مثلا، او السيلز اوردر، السيلز بتاعنا التيبل بتاعنا كان في اماكن فيها بلانك،
للديتس. يبقى هتبقى بلانك برضه مش هاجريجيت، هتبقى بلانك بالظبط، هتبقى بلانك. اوكي يا شباب نكمل ولا ايه؟ لا لا هتبقى ممكن حاجه فاضيه فعلا بالظبط. هتبقى ممكن مثلا اللي هو ايه لو 2017 هتبقى مثلا فيها 2017 هتلاقي في الاخر خالص هتلاقي في حاجه اسمها بلانك. اوكي وصل يا شباب؟ نكمل ولا ايه؟ خلاص من الاخر يا جماعه سمرايز دي من المعادلات القويه شويه، يعني المعادلات اللي هي المعقده والادفانسد شويه، بس انا بس حبيت اوريها لكم اللي انتم بس تعرفوه. خلاص نكمل كمان كده، احنا عملنا سمرايز. اوكي يعني هو بيقول لك ايه، احنا عايزين سمرايز ليه كرييت انوال سيلز سمري تيبل اهو كده. وصلت؟ طب في بقى حاجه تانية ممكن نعمل منها كلون للتيبل بدل اولى يا باشمهندس. في اكتر من حاجه، في فلتر على فكره، في معادله اسمها فلتر ممكن تفلتر على التيبل ده كله بحاجه معينه، بس في معادله تانية انا عايز بس اوريها لكم اسمها اد كولومز. اد كولومز احنا خدنا ده اليرلي سيلز، ده السمرايز ده اهو. تعالى بقى خليهم كده على جنب كده شويه. اه تعالى بقى نكمل لو حد عايز يشتغل عليه ولا مش عايزين، لو حد عايز يشتغل عليها انا معاك. عشان انا لسه معدل الديت دي من شويه. اه بصوا هتلاقوا الديت دي، هتلاقي الديت دي هنا، هنلاقي الديت ده، الديت ده اللي هو كان اسمه تيبل ايه، كان دي اسمه تيبل 2 تيبل 6. تيبل 6 اكتبيه دوسي عليه دبل كليك يا عصام. تمام بصوا يا جماعه تيبل 6 ده اللي هو كان على اليمين ده، دوسوا عليه دبل كليك وغيروه لكلمه ديت. بصوا عشان تعرفوا تيبل 6 ده كان فين، عشان بس تبقوا عارفين، هتيجي تقفوا هنا في تيبل فيو. التيبل فيو اللي هو ده، لا 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 اللي هو ده كده، التيبل فيو ده الجزء ده هتلاقوا هنا كده في حاجه اسمها، هنا كان اسمه هنا تيبل 6. ولا انتوا اصلا ولا السلام عليكم. السلام عليكم. هتدوسوا بقى عليه دبل كليك هنا اهو زي كده اهو، دبل كليك اهو كده يا عصام. بصي دبل كليك اهو اهو، وتكتبي الاسم بتاعك بس كده. وبعد كده لما تيجي تعملي السمرايز هتعمليه بالديت بقى اللي هو التيبل الجديد. بص عشان بس في ناس بتكتب الداكس بالطريقه دي، يعني مثلا تكتب المعادله دي كده، شايفين كلمه سمري دي كده، يروح عاملين كده ينزلوها لتحت مثلا تمام، ويعملوها مثلا كده، ويجوا مثلا هنا كده يروح عاملين دي كده، وتيجوا هنا مثلا كده يعملوها هنا كده عشان يبقى شكلها زي شكل الاس كيو ال. يعني المعادله بتبقى بالمنظر ده صح كده، تبقى المعادله بالمنظر ده كده. شفت 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 انتر. انت مش معانا انت ماشي. كوتيشن الواحده يا محمد، انا كوتيشن اني توتال. طب تعالى نعمل الاول تاني، تحب نعملها كادفانسد بالشكل ده كده. وعلى فكره صح، في اوبشن تاني في الداكس، شايفين المنظر ده كده مثلا، ممكن تعمل شيفت انتر وتروح دايسين عليه اللي هي فورورد سلاش. اول ما تكتبوا فورورد سلاش كتير تروح كاتبين مثلا وليكن كومنت تيست، مش هتقراها ده كومنت، هي بتبقى موجوده لكن مش مقريه. ها هاشتاج في البايثون، ودي وفي الكوتيشن في الفي بي اي في الاكسل في الباك اند بتاعه، دوس كوتيشن كده كتير كده مش هتقرا. الهاشتاج في البايثون وفي الاس كيو ال، الاس كيو ال برده ما فيهوش، لو كتبت هاشتاج وكتبي الكومنت مش هيظهر. وصلت كده سيف ولا ايه؟ نكمل. بقول لك ايه السلام عليكم. سمرايز شفت انتر اهو، شفت انتر اهو. بعد كده نعمل ايه؟ التيبل، اسم التيبل. انتوا بقى المعادله اهي، المعادله شايفينها ورايا. التيبل احنا عايزين انهي تيبل؟ نقول له سيلز. السيلز اللي اسمه تيبل سيلز. بعد كده كوما وننزل تحت كده شويه. الديت انت اول اللي بيقول لك ايه الجروب كولوم نيم، هنقول له بايه؟ هنقول له بالديت اللي هو بالير، بعد كده كوما
انت عايز ايه تاني؟ توتال كوانتيتي اللي هو شيفت توتال، نعمل كده شيفت انتر كده وننزل تحت كده شويه، توتال كيو تي واي كوما الاكسبريشن. انت عايز اني تعمل ايه؟ نجمع بقى اللي هي صم، والكولومنين بتاعنا اللي هو ايه؟ نكتب اول ما تكتب كلمه كوانتيتي هيجيب لك كل الكوانتيتي اللي موجود. السيلز كلوند ده اللي هو الكولوم اللي قصدي التيبل اللي احنا لسه عاملينه، والتيبل سيلز اللي احنا عاملينه اللي هو كان موجود اوريجينال يا سيدي. ونقفل ده كده شيفت شيفت نقفل شيفت 0 شيفت 0 لا نقفل القوس يعني. ندوس انتر. نعم. كاتيجوري اهو. شايف يا باشمهندس؟ اهو كتر اللعب. كاتيجوري اهو كاتيجوري. كاتيجوري في التيبل تيبل 2. دوس انتر. وصل كده يا شباب؟ حتى احنا جايبه بالعكس يعني فاهمين؟ اللي احنا كتبنا ده بالعكس. الدنيا ايه كويسه معاك ولا ايه؟ طب نكمل نكمل صح نكمل عشان نخلص يعني. تمام. ده كده التيبل اللي احنا عاملينه. ده كده تيبل اسمه تيبل سامرايز. تعال نقفل دي كده. ده تيبل اسمه سامرايز اهو، ده فيه كاتيجوري وهكذا. ممكن تضيف فيه حاجات كتير. ممكن بقى نعمل بقى اخر بقى حاجه خالص عشان نعمل في عشان نجيب كولوم تاني، في حاجه اسمها اد كولومز. اد كولومز ممكن نعمل هنا نيو تيبل. نيو تيبل في معادله هنا لو احنا عايزين نعمل في حاجه اسمها معادله اسمها اد كولومز. اد كولومز زي التيبل انت عايز تاني تجيب اني تيبل. تيبل اسمه سيلز كوما النيم. النيم ان احنا مثلا عايزين نجمع مثلا وليكن لا مش نجمع اللي هو مثلا توتال كوانتيتي مثلا. الاكسبريشن نعمل مثلا صم الكوانتيتي مثلا. نقفل الكوس ده ونقفل الكوس ده وندوس انتر. اهو اتعمل لي. بص يا باشمهندس اتعمل لي اد كولومز. بس بص خدت بالك من دي اللي هو جمع لي التوتال كوانتيتي كلها لكله يعني. بص كل كولومز كل رو هتلاقي كولوم كواليتي لان احنا ما عملناش حاجه اسمها ريليتد. بصوا يا شباب معلش معلش ركزوا بس معايا في اللقطه دي بالله عليكم. هنمسح دي كده شويه وليكن انا عايز اعرف مبيعات الكالرز. احنا عندنا في بيع هنا اسمه كالرز. تعالى هنا كده لحظه لما نيجي نقف هنا في السيلز تيبل سيلز هنا كده لا السيلز بيرسون. بصوا هنا في التيبل 2 ده تيبل 2 ده اسمه كاتيجوري متهيألي اسمه كاتيجوري. انا غيرته بس اسمه كاتيجوري. هتلاقي فيه هنا هنلاقي فيه هنا كلر. انا عايز اعرف مبيعات الكلر ده يا باشمهندس. يعني عايز اعرف مثلا مبيعات الكلر ده او مثلا نعمل مبيعات مثلا اللي هو الباك جراوند كلر والفرونت كلر ده. عايز اعرف مبيعاته ايه. مبيعاته مش من هنا. هنا ده الكاتيجوري. مبيعاته في السيلز في تيبل السيلز صح كده. فانا هنعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب تيبل السيلز ده كله واجيب عليه الكلر جنبيه. وصلت كده الكلام كده واضح؟ هنيجي نعمل هنا كده. انا عايز بس اوريكم وبعد كده تشتغل. نشيل ده كده نعمل كده كليك يمين ديليت فروم موديل. هنجيب نيو كولوم نيو تيبل. هنيجي نعمل year sales by color. sales by color التيبل ان هيقول لي اد كولوم التيبل. هنجيب اني تيبل هنجيب نجيب اني يا باشمهندس ايه رايك نجيب الكاتيجوري يعني نجيب الكاتيجوري ونجيب السيلز بتاعتها عليه او ولا السلام عليكم بالظبط. يعني انا ممكن اجيب الكاتيجوري او اجيب السيلز تحبوا ايه نجيب اني الاخف. الكاتيجوري اخف بالظبط كاتيجوري. لا دي معادله ثانيه خالص. دي معادله اسمها اد كولومز. دي بتجيب لك كل الجدول بحاجات ثانيه من عنده من جداول ثانيه. هوريك دلوقتي ايه المنظر. بصوا يا جماعه نيو تيبل هنيجي هنا كده مثلا سيلز باي كولر. سيلز باي كولر هنيجي ندوس هنا كده وندوس اد كولوم التيبل. اني تيبل هنجيب الكاتيجوري
الكاتيجوري كاتيجوري اهو، حتى اول ما تدوس عليه هنلاقي جاب لي علامه التيبل اهي. وصلت؟ تمام. كاتيجوري لان انا لسه معدل التيبل اللي 2 ده اسمه كاتيجوري عشان تبقى انتوا عارفين تبقوا متابعين يعني. بعد كده كوما، ركز معايا وانا هوريك حاجه حلوه. النيم انت عايز تجيب اني حاجه، اقول له مثلا لا ما هو كاتيجوري فيه كولر، اجيب السيلز بقى صح، اجيب السيلز يبقى توتال سيلز كوما الاكسبريشن هنجيب ايه؟ في معادله يا جماعه اسمها ريليتد، ريليتد دي بتجيب حاجه جنب حاجه، بتجيب عامله زي في لوك اب كده اسمها ريليتد، ريليتد اي الكولومنين بتاعها. احنا عايزين مثلا هو ايه اللي في توتال السيلز هناك؟ السيلز لا كولومنين في السيلز اسمه ايه؟ انا لازم اقف اهو سيلز نجيب مثلا سورس سيلز اوردر نمبر مثلا سيلز اوردر او كوست مثلا كوست نجيب الكوست نجيب الكوست اهي لا مش هتشتغل كده لازم تشتغل من على السيلز الاول يبقى نجيب السيلز لا مش هتشتغل كده هتشتغل من على تيبل السيلز لا ثانيه بقى لحظه سيلز تيبل كوما النيم هنجيبه اسمه فرونت كولر بعد كده كوتيشن بعد كده نعمل دي الاكسبريشن بتاعنا يبقى ايه؟ ايه اسمه ريليتد الريليتد ده ريسبونس جت ايه؟ اول ما نجيب الريليتد هنقول له ايه؟ مش احنا عملنا الكولوم اسمه فرونت كولر يبقى نجيب الريليتد اسمه فرونت كولر ونقفل دي كده ونقفل دي كمان ندوس انتر اهو اتعمل لي تيبل اهو اسمه ايه؟ اسمه سيلز باي كولر ده تيبل اهو سيلز باي كولر اهو وحطينا جنبيه الفرونت كولر بتاعه. في معادله يا جماعه بصوا حتى المعادله هي بتاعته اسمها ريليتد اهي معادله ريليتد انا خدت اسمها كولوم وعلى فكره ممكن نضيف اكتر من كولوم بقى بعد كده وصل كده يا باشمهندس اسمها معادله ريليتد. انا مش عايز اطول اكتر من كده بقى في التيبل عايز بس نخش في الميجر عشان ايه ابقى اديت لكم كل حاجه في الدكس معلش بص اهي معادله اسمها اد كولومز انت بتبقى عايز ايه تقول له انت عايز تجيب ايه شفت انتوا الميرج بتاع الكويري بار كويري انت عايز تجيب ايه اقول انا عايز اجيب السيلز وعايز تجيب ايه تاني اقول انا عايز اجيب الفرونت كولر من تيبل تاني خالص فبقول له ايه من التيبل تاني خالص في معادله اسمها ريليتد طب الريليتد دي جت ازاي يا باشمهندس او جت ازاي بناء على الريليشن اللي انت عاملها ركزوا بص لو انت جيت هنا الكاتيجوري ما بين الريليشن دي فين في الكاتيجوري والسيلز لو جيت هنا كده وشوف فين الكاتيجوري والسيلز دوس عليها دبل كليك دوس عليها دبل كليك ودوس ميك ذس ريليشن اكتف ودوس عليها دي غلط ودوس سيف بص ايه اللي هيحصل قال لي ايرور ليه بقى بص كده اول ما اجي هنا كده قال لي سيلز باي كولر الدنيا كده غلط قال لي مفيش ريليشن اول ما تعمل ريليتد يبقى لازم الريليتد دي مبنيه على الريليشن اللي هتعملها الريليتد دي يا جماعه زي الفي لوك اب معايا عارفه الحته دي عيدها لك تاني تمام هنيجي نعمل عيدها تاني بالظبط بصوا يا شباب مش احنا عملنا ريليشن في الاول خالص ما بين 1 تو ميني وميني تو 1 وخلاص كده في معادله اسمها ريليتد ريليتد دي بتعمل ايه ان انت بتجيب حاجه من تيبل تاني بتجيبه عندك في التيبل الاولاني تمام اهو هنعمل هنا كده ونيجي عند شايفين علامه اللي هي ميك ذس ان اكتف دي كده ان اكتف بصوا اللي هي منقطه دي كده بين اكتف او ما ادوس عليها دبل كليك واخليها اكتف وادوس اوكي سيف هتلاقي رجعت تاني زي الاول انا اوريكم بس الريليتد دي بتعمل ايه لو انا جيت مثلا فتحت مثلا هنا نيو كولوم كاني بعمل في لوك اب في لوك اب من كولوم لكولوم هنا كده ثاني لحظه بس كده هنا تيبل السيلز ده بص اوريكم بس حاجه بسيطه قوي تيبل السيلز ده في هنا وليكن الكوست ينفع مثلا في الكوست مثلا وانا عايز اجيب ثواني سيلز باي كولر اهو ما انا عايز اربطها بحاجه مربوطه بده انا عايز اجيب الكوست بتاعت الاوردر ده فانا عايز اجيب الكوست هنا بصوا هنيجي هنا في سيلز باي كولر نقف عليه كده هنا
وعايزك انا ما في كوست هنا برضو. لا استنى، لو نجيب مثلا حاجه ثانيه يونت برايس هنا موجوده موجوده. هو احنا فين؟ لا نجيبها من الكاتيجوري اصلا، ده باك جراوند. وليكن بص يا ستي انا عايز اجيب مثلا من في السيلز باي كولر ده، اجيب من الكاتيجوري اللي هو الكاتيجوري بتاعها واحطها في السيلز باي كولر. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نعمل هنا نيو، نعمل نيو كولوم، نيو كولوم في معادله هنا كده اسمها ريليتد. ريليتد اهي بس برضو مش هتعرف تقرا، مش هتجيب من مينيت 1، لازم تجيب من 1 تو مين. لا مش هتعرف تقرا. ثواني اجيبها لكم بقى من حته ثانيه. لا مش هتعرف تقرا منها. بصوا يا شباب من الاخر بس عشان بس اوريكم حاجه، الريليتد دي في السيلز دي جابتها من الكاتيجوري. بصوا اهي فرونت كولر، ثواني اعملها بس نيو كولوم ريليتد. لا مش تيجي، مش تيجي خالص، مش جايبه، مش قارياها، مش قارياها. انا عايز بس اوريها لكم. لا الريليتد دي يا شباب بس عشان بس اوريها لكم عشان بس تبقوا عارفين، الريليتد دي بتيجي عن طريق الكونكشن او الريليشن اللي ما بين كل تيبل والتاني. انا جبت حتى الفونت كولر ده من تيبل الكاتيجوري، يعني انا جبت المبيعات الجدول المبيعات كله ضفته هنا، وبعد كده عملت كولوم جديد اسمه فونت كولر، وبعد كده رحت عامل ريليتد الفونت كولر ده من تيبل اسمه الكاتيجوري. وصلت كده؟ وصلت لحد ما. وانا كده كده بس الشرح ده ما فيهوش حته ان انا اعمل ريليتد تاني، بس انا هوريها لكم تاني يعني كده احنا هنعيش فيها على طول. الريليتد دي يا جماعه دي معادله زي معادلات الفي لوك اب بالظبط. وصلت كده؟ تعالوا بقى كده احنا خلصنا دي، نخش بقى على الميجر. الميجر ده بقى ايه؟ الميجر ده 90% من شغلكم، 90% من شغلكم هيشتغل على الميجر. الميجر ده ايه هو الميجر؟ وهنشرح كل حاجه فيه. معلش انا اسف، تعالى نخليها من اول هنا كده. ايه؟ هنلحق ان شاء الله هنلحق. جنريت، بص يا جماعه بيقول لك الميجر دونت جنريت انديفيدوال رو باي رو، يعني مش بيجنريت كده. بيجنريت اللي هو بيعمل اجريجيشن وحاجات زي كده في معادله واحده بس. ما بيجنريت، مش بيعمل جنريشن على رو ورو. اوكي؟ ميجر نوت فيزيكلي ستورد ان تيبل ان داتا تيبل، مش بي ستورد فيزيكلي، يعني بيبقى طاير في الجو. بص حتى بيقول لك ايه؟ زي ار كالكوليتد اون ذا فلاي، يعني هو طاير ما بيبقاش بيتحسب في الاستورج، فده بيبقى خفيف جدا وكمان فعال. دايناميك اند تشينج باي انتراكشن باي فيجوال، اللي هو بيتغير بناء على الفيجوال. على فكره يا جماعه الميجرز دي من اكتر الحاجات اللي تستخدموها، ده بيتحدف في الارض بيترمي بيتحرق بيولع فيه هو تمام وشغال معاك. انيبل تو كرييشن كي بيرفورمانس انديكيتور، اللي هو بيشتغل طبعا على الكي بي اي وهكذا في الميجر دي. اسينشال بيرفورمينج بيزد كالكوليشنز، ممكن تقدر فيه تعمل فيه يير تو ديت وكوارتر تو ديت وهكذا، ودي هنشوفها ان شاء الله. الميجرز كالكوليشنز بتعمل فيه كالكوليشنز بيرفورم، بصوا بيتعمل بيتحط في الباور بي اي لبيرفورم الاجريجيشن اللي هي المعادلات الحسابيه وهكذا. بيتحط في الشارت، بيتحط في التيبل، بيتحط في الكارد. الميجر في اي حاجه بيتحط في الكارد او في الشارت او في التيبلز، في الثلاث حاجات دول. طبعا في بقى حاجات تقدر تعمل سامز وميجر مينيمم وماكسيمم كاونت بنفيتس اوف ميجر. الميجر ار كالكوليتد ان كونتكست، لازم تمشي في الكونتكست بتاعه اللي هو هيبقى فلتر كونتكست مش هيبقى رو كونتكست. طبعا تقدر تعمل منه مثلا كي بي اي وتشوف الانسايتس بتاعه. انا بس بحاول انجز شويه عشان يعني الموضوع ما يبقاش سريع. ميجر سينتاكس اللي هو الجرامر بتاع يعني تكتب معادله ميجر ازاي. بيبقى الميجر والاكسبريشن مش محتاج حاجه تاني، يعني تكتب اسمه زي كان الكولومز، كانك كولومز وتكتب الميجر بقى. الميجر ده اللي قصدي الاكسبريشن ده اللي هو سم افريج من ماكس كده، ده الميجر وده الاوبريتور وده السم على طول، سم اوف سيلز اماونت. وات ار يوزد ان باور بي اي ميجر، بيقول لك هل ده بيفلتر ويكاتيجرايز الداتا تو بيرفورم كالكوليشن اجريجيشن تو ستور ديسكريبتيف اتريبيوتس، اللي هي خواص الاتريبيوتس اللي هي خواص، نعم الخواص الوصفيه صح بالظبط. فهو بيرفورم الكالكوليشن، بيعمل الكالكوليشن على طول. على طول كده نخش في الاكسرسايز عشان ما نطولش على الموضوع.
كرييتنج ميجر، وبعد كده نعمل ايه تاني؟ وبعد كده الاجريجيشن. اهو الاجريجيشن ده يا جماعه اللي هو سم وافريج وكاونت وماكس ومن، الحاجات اللي احنا عارفينها في الاكسل هي هي اللي موجوده في اللي في الموجوده في الداكس. لا تعالى اكسرسايز اكسرسايز. بصوا يا جماعه نفتح كده نعمل دونت سيف، معلش انا اسف، نعمل دونت سيف. ده سيف مختلف. اتفضل اهو بلانك ريبورت. طب احنا بس عايزين نعمل ايه؟ نعمل امبورت الداتا عشان نعمل عليها الميجرز بتاعتنا. هنعمل امبورت للداتا وهنيجي عندك اكسرسايز، في حاجه اسمها ميجرز اكسرسايز، ميجرز اوسم تشوكلت، اللي هي الداتا اسمها اوسم تشوكلت اوسم تشوكو. نعم الله بقى يا سيدي. بصوا بصوا هنا يا باشمهندس لو لاحظ هنا التيبلز، بص هنا التيبلز اكتر من الشيتس، خدت بالك؟ الشيت يبقى كده فيها ايه؟ يبقى كده في شيت اكتر، في اكتر من تيبلز، فاهم قصدي؟ هنختار التيبلز طبعا يا جماعه، مش هنختار الشيت، هنختار التيبلز ونعمل لود على طول. لا مش واقف مفهوم خالص، هو صح انا فاهم، بس الداتا عندنا سليمه لحد ما وجاهزه يعني. عايزين نخلص يعني، بس دي بتبقى طيب لازم. ليش شايف النهارده، ليش شايف النهارده بوزيشن طالبين حاجه اسمها اي تي ال ديفلوبر؟ اي تي ال ديفلوبر كده اي تي ال ديفلوبر، عشان تعرف ان كلمه اي تي ال دي ترانسفورم لود، اي تي ال ديفلوبر وبايب لاينز وحاجات غريبه كده. لا بصوا يا شباب، بصوا معلش معلش اهو، بصوا شباب شباب معلش نركز بس كده، نركز معلش انا اسف. انا حاطط لكم حتى كمان في الاكسرسايز، لما تيجي تفتح ميجر اكسرسايز دي هتلاقي في حاجه اسمها ريكويرمنتس، دوس على دبل كليك يقول لك احنا عايزين نعمل توتال اماونت، توتال بوكسز، شيبمنت اماونت وهكذا. تعال نشوفها دلوقتي اهي. اهي احنا اول حاجه بس نخش كده نشوف هل الريليشن تمام. قال لك تمام الريليشن تمام اهي، وهي اهي اللوكيشن. بصوا خدت بالكم ان في تو تيبلز مش معمول لهم ريليشن. هنيجي هنا كده الجيو، الجيو دي هتبقى ايه؟ هنا بجيوغرافي بجيو، خدت بالك ان الجيو بالجيوغرافي اهي، نسحبها عليها كده. قال لك ان المعادله دي قصدي ان العلاقه دي 1 تو ماني، سيف. وهنا كده كمان الديت، احنا عاملين بقى في تيبل اسمه كالندر تيبل ده، وكده احنا هنعمله ده يا جماعه. كالندر تيبل ده من الاساسيات اللي تعملوها بعد كده في شغلكم، لازم تعمل كالندر على جنب لوحده كده. اوكي تيبل نعمل هنا ديت ونربطها بديت هنا، نعمل سيف. ماشي كده احنا ربطنا كل حاجه. طب تعالوا بقى نشوف بقى الداتا دي بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن ايه بقى. هنا الكالندر تيبل ده اهو، ده تيبل بس معمول كالندر بس كده عادي، ارقام بس قصدي تواريخ بس، في لوكيشن اللي هو انديا يو اس اي كندا وهكذا. التيبل الثاني بيبل، في اللي هو اسامي، وكمان في البيكتشر بتاعتنا اللي هو البيكتشر اهو، شاندو، حد لو حد يعرف شاندو ده شانل، شانل قوي جدا على اليوتيوب، شانل قوي اسمها شاندو دي، شانل رهيبه يعني، راجل هندي، راجل رهيب يعني، الراجل ده انا بتعلم منه حاجات كتير قوي، اسمه شاندو. لو عايزين بس يعني تتابعوا حاجات على الاكسل، لا ده بيعمل حاجات كتير قوي، ده بيطير خلاص كده كل حاجه، اكسل واس كيو ال، الراجل ده في كل حاجه، ايديه في كل حته خلاص. برودكتس، برودكتس ايه؟ برودكت، البرودكت، البرودكت. بصوا يا جماعه الكاتيجوري اسمه بار وبايتس وكوست بير بوكس اللي هو سعر، سعر الشوكليت سعر صندوق الشوكولاته قد ايه، والسيلز طبعا الجدول الكبير قوي اللي هو السيلز بتاعنا والجيوغرافي بتاعه والبرودكت قد ايه والديت والاماونت والبوكسز، تمام كده؟
تمام كده؟ تمام. بيقول لك يا عم محمد احنا عايزين نعمل توتال اماونت، عايزين نشوف التوتال اماونت. فاكرين لما احنا كنا بنعمل توتال اماونت كنا بنيجي نعمل ايه؟ توتال اماونت اهو نيجي نقف عليها كده هيجيب لنا بقى التوتال اماونت بتاعتها. فهنيجي نعمل ايه؟ قال لك لا احنا ممكن نعملها ايه بقى؟ عن طريق فيجوال، عن طريق ميجرز. هنا كده شايفين الكلمه دي كده اسمها نيو ميجر، او تيجي هنا كده هتلاقي بص هنا كده هتلاقي حاجه اسمها نيو ميجر، نيو مش كويك، نيو نيو ميجر. ايه الفرق ما بين الكويك والنيو؟ الكويك ده بيكريت لك حاجه يعني دوس عليها كده تقدر تعمل كالكوليشن على البي، يعني هو بيسهل لك البي حاجه كده اي اي، بس انت بتعمل حاجه بايدك انت، فاهمين قصدي؟ الكويك ده ما بنستخدموش، يعني احنا بنستخدم النيو، انت بتعمل حاجه بايدك انت خلاص. بنختار الصعب، احنا لازم نبقى بنشقى كده اوكي، نعمل نيو ميجر ونعمل التوتال اماونت. تمام، التوتال اماونت ده فين؟ في السيلز. بصوا كده معلش كده لحظه، التوتال اماونت ده في السيلز، حتى تلاقي عليه علامه سيجما، او ما تلاقي علامه سيجما اعرف ان الجدول ان الكولوم ده مليان ارقام. هنيجي نعمل هنا كده، هنيجي نقف انهي جدول؟ بصوا حلاوه الميجر اللي انت لو عملته في اي جدول ممكن تنقله في جدول تاني، يعني لو انت جيت مثلا حطيته مثلا نفترض انت وقفت على الجدول الكالندر، الكالندر اهو، وجيت عملت نيو ميجر هيتعمل على فكره، نيو ميجر اهو، بس احنا واقفين في الكالندر. السلام عليكم. ماشي، توتال اماونت اهي، هنختار توتال، نكبر الكلام كده شويه اهو، توتال اماونت بيساوي سم. سم بقى بص بيديك كل الكولومز اللي موجوده، قال لك ان بس كولومز انهي؟ اللي عليها سيجما، اللي عليها ارقام. خدت بالكو؟ جاب لك كل الحاجات اللي بص حتى قال لك ايه؟ سيلز اماونت. خدت بالكو؟ اهي ندوس ونقفل الكود كده وندوس انتر. لحد الان اتعملت لكن مش ظاهره. هنظهرها ازاي؟ كارد او تشارت صح؟ طب تعالى ولا ده ولا ده، ايه رايك نعملها في تيبل؟ انا هعملها في تيبل، انا بعيد عنكم خالص. انا هعملها، نجيب اللوكيشن ده كده ونجيب الجيو ده، نحط اول ما ندوس على كلمه جيو دي، بصوا يا جماعه اول ما ندوس على دي بصوا اللي هيحصل هنا، هتلاقوا اتنقلت في كارد. خدت بالكم؟ في تيبل. هنيجي هنا دي كده ونكبر الكلام كده شويه عشان تعمل فورمات على الفيجوال. هتيجي في هنا كده اهي الفاليو، وهنكبر الكلام ده كده شويه، هتلاقوا الكلام هنا بيكبر خلاص. هتلاقوا هنا استراليا كبرت. تمام، ها تحب نعمل ايه؟ نسحب بقى الميجر نرميه عليه، ايه اللي هيحصل؟ توقع ايه اللي هيحصل؟ توقع ايه؟ الارقام هتنزل زي ما هي ولا الارقام هتيجي على حسب الدوله؟ طب انتوا ليه بتقولوا على حسب الدوله كده؟ قلبكم جامد. لا ايوه عشان عاملين ريليشن. بصوا اول ما نيجي نعمل كده توتال اماونت نحطها هنا كده، بصوا جابوا كل البيع لايتش كانتري. طب ده بناء على ايه؟ بناء على الريليشن اللي احنا عاملينها من البدايه. يعني بصوا هنا كده، بصوا الارقام اولا الارقام هنا مش مظبوط يعني لازقه في بعض. هنيجي ندوس على التوتال اماونت هنا كده، وهنيجي نعمله هنا سيبريتور كوما سيبريتور، وهيبقى يتفصل كده خلاص. احنا هنا كله كام؟ 46000. يعني كل دوله حوالي 7 مليون وشويه، 46 مليون قصدي. لو جينا هنا احنا قلنا ايه؟ توتال سيلز اماونت مرتبطه بالجيو. لو جينا فين الجيو؟ الجيو الجيو لوكيشن اهو. لو جينا على اللوكيشن دي ودوسنا ديليت ودوسنا يساوي قصدي يس، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى كله 46 مليون، هيبقى كله 46 مليون اهو كده، كله هيبقى 46 مليون. خدت بالكم؟ تاني يلا بينا. بص توتال بالظبط، الله ينور، الله ينور عليك. بصوا يا شباب، بصوا احنا عملنا اول حاجه ميجر صح كده؟ ماشي والله في حاجه كتير جايه والله. احنا عملنا اول حاجه ميجر، الميجر ده عملنا اللي هو التوتال سيلز. تخيلوا كمان ان احنا ممكن نجيب توتال سيلز من الميجر ونرميه على الجيو، على اللي هو كل كانتري ايه، ويطلع لك كل كانتري كام فلوس. دي جامده جدا، الموضوع سهل قوي على فكره. بصوا يا جماعه، احنا عملنا ميجر ورميناه على اهو كده اهو. بصوا ايه، هنسحب التوتال اماونت دي كده على الـ على الـ على التيبل. جاب لي ان كل كانتري السيلز بتاعتها قد ايه. طب هو عملها بناء على ايه؟ بناء على الريليشن اللي احنا عاملينها، عشان كده بيقول لك الريليشن
لازم تعملها صح. بصوا هنا كده، بصوا هنا كده، لما اجي اشيل الريليشن اللي ما بين، تعالى اكبر الكلام كده، لما اجي اشيل الريليشن اللي ما بين دي ودي وادوس عليها ديليت وادوس يس yes. وارجع بقى للتيبل، بصوا جابها لي كلها 46 لان هو مش عارف اربطها بايه ولا بايه، فهو جاب لي كل الصم كل الميجر على كله. فنعمل ايه؟ تمام كده سيف. فنعمل ايه؟ نرجع الريليشن تاني، هنسحب الجيو ده على الجيوغرافي اهو وندوس سيف بس كده. فنرجع تاني هنا كده، هنا اترجعت زي ما هي. وصل كده يا شباب؟ وصل كده يا باشمهندس؟ طب تمام. طب تعالوا بقى نعمل ايه؟ توتال بوكسز. توتال بوكسز اللي هو فين؟ توتال بوكسز، تعالوا كده نشوف هنا بوكسز، هنا كده في بوكسز. بصوا يا شباب توتال بوكسز، عشان بس ما انتوا عارفين اللقطه دي، في السيلز هنا، في السيلز هنا ده بوكس. طب انا عايز اعرف كام بوكس، هنعدهم ازاي؟ فاكرين اكسل؟ عشان نعد، هنعد ازاي يا شباب؟ كاونت، في معادله اسمها كاونت روز، كاونت صفوف، كاونت رو، رو. هندوس هنا كده، او خلينا بقى في، بصوا يا جماعه بقى احنا عملنا في الكالندر، المره الجايه مثلا نعملها مثلا في اللوكيشن، يعني ايا كان، ما هو كده كده مش فارقه. ال اسمه ايه؟ الميجر، الميجر بص شكله عامل ازاي، حتى عشان تبقوا انتوا عارفينه. شكله مختلف، عامل زي الاله الحاسبه، اي حاجه يا جماعه قدامها اله حاسبه، لا اما كولوم، لا اما تيبل، لا اما ميجر، بيبقى قدامهم اله حاسبه، ان دي احنا اللي عاملينها جوه الباور بي اي. فاهمين اللقطه دي؟ لا لا انا مش هعمل رو، انا مش هعمل رو، انا بقول لك احنا عايزين نعمل نعد كل البوكسز. يبقى في معادله اسمها كاونت رو، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده نيو ميجر، نيو ميجر، وهنيجي هنا كده نكتب توتال بوكسز، توتال بوكسز، ونكتب هنا كاونت رو. فين رو؟ رو اي عشان تفهم، اي كاونت رو. وصل كده يا شباب؟ ما بصوا، بصوا عشان انتوا ممكن تكون تايهين اللقطه دي. في السيلز ده يا شباب، بصوا يا شباب، في السيلز ده كل برودكت على الاقل، سامعيني ولا ايه؟ لا قصدي، لا لا صح، معلش توتال بوكسز احنا هنعمل سام بوكسز على طول، معلش هي كاونت رو دي اللي في الشيبمنت، معلش احنا في البوكسز دي هنعمل سام البوكسز على طول. هنعمل ايه؟ نيو ميجر، هنيجي نقف هنا في الكالندر ده، وهنيجي نعمل هنا نيو ميجر اهو، ونيجي نكتب هنا توتال بوكسز، ونيجي نعمل هنا صم. هقول لك ايه؟ بصوا بوكسز، اول ما كتبت السيلز بوكسز دي هنجيب الصم بوكسز ونقفلها كده، وندوس انتر، هو كده كده عملها لي. فنعمل ايه؟ هنروح ساحبين التوتال بوكسز دي على ايه؟ على على التيبل اهو، جاب لي ان كل واحد عمل ايه؟ كام بوكس. فنيجي نقف على التوتال بوكسز دي كده، وهنلاقي هنا كوما سيبريتور اهي عشان تفصل لنا الكلام. يبقى كده عمل كام؟ يعني استراليا عملت 522,000 بوكس وهكذا. وصل كده ولا ايه؟ تمام، نكمل بس اللقطه دي كده عشان ايه؟ عشان اوريها لكم. بعد كده قال لي ايه تاني؟ قال لي احنا عايزين الشيبمنت كاونت، هي دي اللي كنت قصدي عليها. الشيبمنت كاونت دي اللي هي ايه؟ احنا نيجي هنا كده في السيلز، في السيلز كل دي يا جماعه اسمها شيب، يعني كل دي شحنه. فانا عايز اعد بس كل بتاع الرو دي كلها. بصوا لو تلاحظوا هو جاب لي هنا الرو، بص كام قبل هنا، كام الرو؟ 9400. انا بقى عايز اجيبها في ميلر. اجيبها في ميلر ازاي؟ في معادله اسمها كاونت رو اللي احنا بنعد الرو بتاعتها. هنيجي نعمل هنا كده في هنحطها فين؟ نحطها مثلا في الكالندر زي ما احنا ماشيين، صح صح. هنعمل هنا كده نيو، نيو ميجر، بعد كده شيبمنت اسمها شيب، شيب شيبمنت دي كده، وبعد كده نعمل هنا كاونت روز، وبعد كده هنقول له ايه؟ سيلز. هو بيقول لك انت بتعد انهي جدول؟ اقول له جدول السيلز، لان كل اللي في جدول السيلز ده عباره عن شحن. خدت بالكم ولا ايه؟ معايا؟ لا انا بتكلم على توتال الشحن وخلاص. هنيجي السيلز اهي ونقفل الكود كده وندوس انتر. نعمل ايه برضه يا بعديها؟ بس كده يا جماعه، حطها كده في تيبل. احنا كده جبنا الشيبمنت، هنرميها هنا كده. قال لي
لا هو رو الرو ما هو اي رو في التيبل، ما هو الرو كله كله. بس لو بلاك مش هيعدها. لا مش هيعدها، مش هيعدها. اتفضل. لو ايه؟ في ديستنكت اسمها ديستنكت. ايوه زي الاس كيو ال بالظبط. اه عشان بس في كانت بتقول ايه، لو انت حطيتي كده صح، لو انت حطيتي الشيبمنت دي تحت حاجه اسمها ديستنكت، في حاجه اسمها ديستنكت كاونت. اهي كده ديستنكت كاونت، ديستنكت كاونت، ودوس برضو انتر. الارقام هتختلف خالص متهيألي. لا انا دوست غلط، دوست غلط. اهي ديستنكت كاونت. ده بيقول لك الكولوم نيم هيبقى اسمه ده كولوم نيم هيبقى اسمه مثلا وليكن السيلز مثلا، جوه البوكسز جوه السيلز ايا كان. اهو قال ان هم 747 ديستنكت غير الكاونت روز، فاهماني؟ هنغير بقى دي كده ونغير ليها ايه كاونت روز عشان بس نكمل. معلش يا شباب انا بس متاسف على ان انا بطول والله، بس لازم اشرح لكم الحاجات دي. ماشي يا غاز، ماشي. ربنا معاك. مع السلامه. كاونت روز، وهنختار اني تيبل، هنختار تيبل السيلز اسمها ديستنكت. دي بتعد اليونيك فاليو، بتعد اليونيك فاليو، يعني لو كذا فاليو هتاخد واحده بس منهم اليونيك، كانها يونيك جوه اكونت. والله متعب يعني، بس هي استخدامات، استخدامات جامده جدا. ماشي ربنا معاكم. ماشي تمام كده سيف ولا ايه؟ الدنيا كده كويس؟ طيب وهنعمل بقى ايه؟ احنا كده جبنا الشيبمنت اهي. معلش اخر بس حاجه، هنعمل بقى فورمات على الكولوم ده. هنيجي هنا كده وندوس على الكوما سيبريتور ده ويفصل لنا التيبل اهو. اخر بقى، لا مش اخر، لسه مش اماونت بير شيبمنت. اماونت بير شيبمنت اللي هو ايه؟ هنقسم ايه على ايه؟ توتال اماونت على الشيبمنت بالظبط. بس في بقى، في هنا بقى حاجه ممكن تقابلك وتكون غلط. هنعمل نيو ميجر. بصوا بقى عشان نجيب الميجر على طول يا سيف، بصوا اماونت بير شيبمنت، احنا نقسم عدد الاماونت على الشيبمنت اهي. طينا كده هنقسم بقى التوتال اماونت على الشيبمنت. هنقسمها ازاي؟ بصوا يا شباب عشان نجيب اي ميجر احنا عاملينه، هندوس البراكت ده اللي هو سكوير براكت. اول ما ندوس سكوير براكت هيجيب لك كل الميجر اللي انت عاملها بايدك. هنقسم التوتال اماونت على الشيبمنت اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها شيبمنت، براكت برضو تاني على الشيبمنت. دوس انتر. ماشي. بصي تعالى نمسح دي كده، ديليت فروم موديل، نعمل دي كده. يا ريت الباور بي اي زي الاكسل اعمل كنترول زد ارجع تاني، مفيش الموضوع ده. بص نعمل، احنا عايزين نجيب هقول لك ايه؟ اماونت بير شيبمنت، كل شحنه اتجاب منها كام؟ فاحنا بنقسم عدد الشحنات كلها، الفلوس كلها على كل شحنه، على عدد فلوس الشحنات على عدد الشحنات، اللي هو ايه؟ نجيب الافرج بتاعتها يا جماعه. بالظبط هنعمل هنا كده وهندوس على نيو ميجر. نيو ميجر بس في معادله هنا بس سيف هوريها لك دلوقتي. هنعمل ايه؟ اماونت بير شيبمنت، هندوس كده كوبي ناخدها ونحطها هنا كنترول في. اقول لك ايه بقى؟ توتال اماونت، الشحنه التوتال اماونت دي عاملينها ميجر، فاحنا بدل بقى ما نقعد نكتب وكده ندوس بس سكوير براكت، جاب لي كل الميجر اللي احنا عاملينه. تمام؟ هيبقى التوتال اماونت على الايه؟ الشيبمنت. نعمل كويك براكت شيبمنت. بس هنا بقى في مشكله، ودوس انتر، لو دوس انتر هتسحب عادي. بس هنا في مشكله، ايه المشكله اللي هتحصل؟ ان لو حاجه بتتقسم على زيرو هتحصل مشكله. يعني لو في رو في زيرو هيقلب لك كل الدنيا دي. هيشقلب لك الدنيا دي كلها. ما انت لما بتقسم على زيرو بتبقى الدنيا بضر. ايه اللي هيحصل بقى؟ في بقى معادله اسمها ديفايد. ديفايد دي من المعادلات المشهوره جدا، اسمها ديفايد. عارفين اف ايرور؟ هي اف ايرور، يقول لك لو طلع غلط اعمله لي كذا. صح كده يا باشمهندس؟ اهي ديفايد، اهي ديفايد، اهي النومريتور دي
اللي هي البسط، اللي هو انت هتقسم ايه على الدومينيتور، دي نوميريتور ده اللي هو المقام، انت هتقسم ايه؟ هتقسم التوتال سيلز او التوتال الاماونت ايه؟ توتال اماونت على كوما بقى، مش على، يبقى كوما. الدي نوميريتور دي هتبقى ايه؟ هتبقى الشيبمنت ايه؟ كور براكت شيبمنت. بعد كده كوما، بيقول لك بقى ايه الترنت ريزلت، اللي هو ايه؟ لو اي حاجه ثانيه، اي غلط ثاني قول له زيرو، خليها لي زيرو، يعني لو اي غلط قبلك خليه لي زيرو. ونقفل كده الكود وندوس انتر. ما معادله اسمها ديفايد، ديفايد عشان تبقى انتوا عارفين، معادلات المشهوره جدا في الباور بي اي. بعد كده نسحب الاماونت بير شيبمنت ونرميها هنا. برده جاب لنا نفس الحاجات. احنا بصوا تخيلوا الميجر دي انت بترميها على تيبل، بتيجي ترميها على كارد هتنفع. يعني بصوا لو انتوا جبتوا هنا كده، لو جبتوا هنا دي كده وحطيتوا كارد هنا، كارد فين؟ كارد، كارد اهي، ورميت الشيبمنت دي هنا، هيطلع لك 9000 اهي، 9444 449 ده اهي. انت الميجر ده بيتحدف في اي حته. يعني قصدي ايه؟ لو انت عملت هنا مثلا كده وجبت مثلا ده الجيو، الجيو ده فين الجيو؟ يعني مثلا عملت مثلا هنا كلاستر، جيو ورميته هنا، وجيت رميت الاماونت بير كذا، لا مش دي، انا عايز مثلا الشيبمنت دي. هو عامل ازاي الشيبمنت في الواي اكسس؟ قريبين قوي، اصل هم قريبين، احنا عايزين فروقات، اصل هم كلهم قريبين. يعني لو انت جيت هنا بص، هم كلهم قريبين يا باشمهندس، فاهم؟ هم قريبين من بعض، فهم كلهم تحس ان هم، بس هم بس الارقام مختلفه، فاهمين قصدي؟ هم عشان قريبين فانتم مش شايفين اللي فيه فروقات. الاكس الواي اكسس اه هتظهر، بس انا قصدي عشان قريبين ف شايفين. انا قصدي ان الميجر يا جماعه تحذفوه في اي حته يجي، والله تحذفوه في الحيطه يطلع لكم تاني. يعني احنا عملنا دلوقتي منه في التيبل يشتغل، في الميجر، في الفيجوال يشتغل، في كله، في تيبل يشتغل. الميجر ده اختراع، يعني عشان بس تبقوا عارفين اختراع بجد. تعالوا نكمل بس الحته دي، معلش هضغط عليكم بس شويه، وبعد كده تناموا وتصحوا. وحاضر، حاضر، 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 فانل. والله الفانل ما ده، ما ده شغلانته، والله ما شغلانته، اقسم بالله. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مثال. اه ماشي، انا بجيب لك مثال على فانل. مش فانل شارت، مش دي شغلانتها، شغلانتها اللي هي حاجه. المهم نكمل بس، معلش معلش انا اسف، نكمل بس بعدكم. اماونت بير بوكس كده خلاص، باي جي وخلاص. نعمل سلايسر، معلش شباب نكمل بس دي، معلش. نعمل سلايسر بير كاتيجوري ان برودكت اهو، نعمل سلايسر. هنعمل هنا كده، في هنا يا جماعه معادله، في هنا قصدي اهو كده اهو، سلايسر اهو، سلايسر لو دوسنا عليه كده هيظهر لنا هنا على الشمال اللي احنا عايزين نعمل سلايسر بير كاتيجوري. الكاتيجوري ده فين؟ اه صح، هنسحب هنسحب الكاتيجوري على الـ على الـ او على جدول، او نحطه هنا كده في الفيلد دي اهو كده اهو كده، ونكبر الكلام ده كده شويه، فاليوز نكبرها كده شويه. المحاضره الجايه مش تبقى داكس بقى، المحاضره الجايه بقى احنا عايزين بقى نشرح الفيجوال بقى شويه، عايزين نطلع بقى حاجات تخص الباور بي اي، يعني اللي احنا جينا عشان نقفل اهو. بارز اهي، ندوس عليها كده هتلاقيها بتتغير الاداء، الحاجات بتاعتها. ده اسمه سلايسر، بس السلايسر ده ملوش ريبورت كونديكشن زي ما احنا كنا بنعمله على بتاع. هو انت بس لما تعملها هي بتتربط. طب بتتربط بناء على ايه يا باشمهندس؟ ريليشن صح كده يا باشمهندس؟ تمام. بعد كده اماونت بير بوكس. بصوا بقى يا شباب عشان بس نبقى عارفين بس اللقطه دي، الاجريجيشن بس عشان اشرح حاجه بسيط، احنا عملنا صم دي لما ترينا صم 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 صم. ممكن بقى نعمل بقى ايه؟ افريج مثلا، يعني ممكن نقول مثلا ايه؟ عايزين مثلا افريج مثلا افريج مثلا يجيب مثلا اهو افريج، لا مثلا يا افريج دي بتبقى هو سكيلر يا باشمهندس. بص يا باشمهندس، الرقم اللي بيطلع ده اسمه سكيلر، هو رقم واحد اللي هيطلع. فانت هتقول لي على رقم، يعني تقول لي على عمود هو اللي هنشتغل عليه، فاهم؟ لا انت كده دخلت في عالم ثاني كده يا باشمهندس، انت كده دخلت بقى في اتريتد ميجرز، حاجه اسمها اتريتد ميجرز. تعالى بس نكمل بس دي، تعالى نكمل، تعالى نشوف افريج بوكس مثلا. افريج بوكس مثلا اهو، نعمل نيو ميجر
خلينا نشتغل بس على الاجريجيشن عشان نبقى كلنا عارفينها. يعني خلينا مثلا اعلى مبيعات مثلا هايست يعني اللي هي ماكس يجيب ماكس ايه بقى؟ يقول لك الكولوم نيم اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه سيلز اهي سيلز اماونت بس كده. نقفل كده ندوس انتر. الهاي هي ظهرت اهي خلاص. اي هاي هناخده نحطها فين؟ نعم في كارت. هتبقى في كارت اهي. صغر دي كده شويه. الهاي اهي نرميها هنا كده. طلع لي ان اعلى رقم في السيلز كان 20 خلاص. تعالى كده يا باشمهندس نكمل. ثاني صغر نعمل من معلش عشان بس الاجريجيشن دي لازم تتشرح معلش. نعمل بعد كده اقل حاجه في السيلز ال طب هنشوف دلوقتي من اي من اي بعد كده سيلز برضو اوريكم دلوقتي هيحصل ايه. نقفل دي كده ماشي. احنا عملنا كده اللو هنرميه برضو في كارد تاني اهو لو اهو لو كده لو 7. طب تمام تعالى بقى لو احنا دوسنا على كلمه استراليا دي اهو ده صح اهو ده دوسنا على كلمه استراليا جاب لي النول 14 في استراليا كويسه دي خلاص كويسه اهي اللي هي بيفلتر على جوه الفيجوال. انا بس بجيب اقل حاجه فانا ممكن اقول له ايه يو اس اي اقل حاجه فيها كانت كام؟ كانت 42 فاهمين قصدي؟ كده تمام كده يا سيف ولا ايه؟ الدنيا كويسه؟ ماشي. احنا كده قلنا ايه؟ ماونت بير بوكس وشيبمنت وهكذا. الاجريجيشن هنا كانت ايه؟ كاونت روز احنا لسه عاملينها. ايه تاني؟ افريج برضه احنا لسه عاملينها. السلام عليكم. السلام عليكم. انا كده خلاص. انا متاسف جدا بس ميجر في ايه؟ الدكس بيطلع ثلاث حاجات. ده اللي شرحتهم. نطلعها من الفيلد. اللي هو بس هنا الفيلد من الفيلد ده ده مهم جدا. ده مهم جدا. لا 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 هو ده برضه ده بيساعد. طب افرض في حاجات ثانيه انت مش عارف تجيبها من هنا فلازم تعملها معادله داكس. انا عمال بعرف ايه. انا عمال اتعب في الموضوع ده. ايه لا هي 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 انا كده خلصت يا شباب. انا كده خلصت. اتفضلوا.